إذا الإخوان عدنا لكم، سمحوا لنا على الانقطاع اللي خارج على الإرادة ديالنا. إذا نحاولوا ما يمكن أننا بارطاجيو مع الإخوان، لأن هو كريم نعم كريم هانت غير واحد دقيقة باش نعاودو نبارطاجيو. يا واخا الاخوان اللي معنا الله يجزيكم بخير، كان واحد انقطاع، حاولوا بارطاجيو باش نكملوا هاد ما عرفتش. عرفت كيفاش هاد الانقطاع. اذا كاينين اصحاب النوايا ماشي مشكل، حنا ما عندنا الدنيا هانية. سمحوا لنا الإخوان، كان واحد الانقطاع خارج على الإرادة ديالنا. ريتما نبارطاجيو أخوتنا، حاولوا تبارطاجيو معنا الله يجازيكم بخير، لأن بزاف الناس يعني نعرفوا يعني هذا هو المشكل ديال هذا هو المشكل اللي كيكون ديال اللايف، كيكونوا فيه هاد المشاكل هادو. المهم حنا نتمنوا ان يكون غير هاد الشيء عفوي، ولكن الا كان مقصود، لان بانوا لي دخلوا شي بعد الذباب الازرق اللي كما كيقولوا لهم، وكيسولوا على غاريدو، كيسولوا على غاريدو وين قطع البت. اذا كاين اللي كيسينياليونا كما قلنا الاخوان، ولكن احنا وراءهم الزمن طويل، ماشي مشكل، الدنيا هانيه، وكاع الناس اللي معنا حاولوا بارطاجيو الاخوان ديالنا. الا كان الصوت مزيان كلشي مزيان، نشوفوا الاخوان ستيفان ماكدونالد واخويا شي مشكل وقع لكم، واخا دخلوا شي وحدين ودخلوا شي وحدين كيسولوا على غاريدو، كيتفلاو شي وحدين كيسولوا على غاريدو، ومن بعد تقطع البت، كيسينياليو لينا لاباج اخوتي. ايوا هادشي اللي عطى الله، ما عندنا ما نديرو. المهم هادشي اللي عطى الله، كاين الناس اللي ما عندهم ما يدار. حنا ما كنهضروا على حتى شي واحد، كنهضروا على الفرقه ديالنا، حنا كنهضروا على الوداد، ما عمرنا جبدنا شي فرقه، يعني كل واحد يديها في فرقته، وكل واحد يهضر على فرقته، وسيروا ديروا حتى نتوما لايف وهضروا مع راساتكم. ايوا كاينين شي ناس اللي هادشي اللي عطى الله، ما عندنا ما نديرو. انا كيبقى فيا غير الاخوان سمحوا لينا، وهذا هو يعني كتكون غادي شاد الطريق وشاد مكونسونطري. ايوا هادشي اللي عطى الله. المهم حنا ماشي مشكل، الدنيا هانيه. اذا نكملوا السي محسن، الا كان الا كنتي معايا نكملوا بالنسبه داكشي اللي كنا كنهضروا فيه بالنسبه للوداد. هو غير واحد الكومونتير اخويا كريم، اختصار، كان واحد الاخ ربما كان صحح واحد المعلومه، البوروندي كانت فعلا حاضره في كاس افريقيا، ولكن على العموم المجموعه ديال المغرب، راه كيبقى المغرب الا ما داش راه ما خصناش نبقاو نلعبوا كره عليها. على كل حال نرجع اخويا كريم، كنا كنهضروا على المساله ديال الوداد، وكذلك ان المدرب السربي في اول حصه تدريبيه رسميه مع فريق الوداد، فكما قلنا ربما دوك اللاعبين اللي كيديروا التيست فغيكون عندهم هذا الاسبوع اخويا كريم، باش ان المدرب السربي يحكم على المستوى ديالهم. غادي نهضروا على عندي انا واحد سميتو بالنسبه لهادو اللي داروا التيست، عندي واحد التساؤل غادي نسولك من بعد، ولكن كمل الهضره ومن بعد انا غادي نسولك، لان انا يعني كنبغي نسول بزاف. كمل واخا اخويا كريم، نرجعوا هذا ربما هضرتش على البروغرام اخويا كريم ديال فريق الوداد الموسم القادم، ياك هضرتش على المنافسه الافريقيه، وكذلك هضرتش على المنافسه الافريقيه اخويا كريم، نهضروا على التواريخ ديال فريق نهضروا على كل شيء، غنهضروا على كل شيء، غنهضروا حتى على اللعابه. المهم غادي نجيو لهم، غير نهضروا على كل شيء. بالنسبه لنا دابا الوداد اي حاجه نهضروا عليها، ما كاينش اشكال. واخا اخويا كريم كما قلتي انت، راه فريق الوداد الى فاز باللقب راه اوتوماتيكمون غيلعب، غيدوز لدوري المجموعات، في حاله ربما في هذه الحاله على كل الى غيكون معفي من الدور التمهيدي، وغير
غيلعب المقابله ما قبل دوري المجموعات يعني فحال في انتظار الحكم ديال الطاس اللي نتمنى ان شاء الله يكون في صالح فريق الوداد. يعني اخويا كريم ان الفريق ديال الوداد غيكون عنده وقت كافي انه باش يوجد الفريق ديالو قبل ما يدخل المنافسه الافريقيه، لان كنظن التاريخ ديال الدور التمهيدي غيكون كنظن في شهر غشت اخويا كريم، والدور المقبل يعني قبل المجموعات غيكون حتى شهر تسعود على ما اظن او شهر 10 على كل ما بقيتش عاقل على المعلومه، ولكن هناك وقت كافي اخويا كريم. غير هو الاهم ان المدرب خصو يحسم اخويا كريم في اللائحه اللاعبين المغادرين وكذلك اللي غيمشيو بريطي باش يدخل في تربص اعدادي، وكذلك باش يتم يدفعوا اللائحه لاكاف، لان تقريبا اخر اجل ماشي اخر اجل وانما هو اخر اجل اللاعب اللي غيلعبوا قبل دوري المجموعات راه هو لوفان يعني 20 اخويا كريم. ودابا دابا من هنا يومين ولا دابا بقى 24 ساعه الى ما تمش اعطاء اللائحه غادي يولي كل لاعب زتيه 500 دولار. دابا راه ديجا كل لاعب زتيه 250 دولار. من هنا ما غاديش يقدروا، ما يمكنش، لان دابا المشكل هو ديال اللعابه اللائحه. دابا تاع هادو اللي غتدخل ما عندهمش الحق يلعبوا معاك في الماتش الاول. الى مش الماتش الاول، الى دي باسيت يا خويا كريم 20 فهادشي شحال باقى ليه؟ باقى ليه 48 ساعه، شحال باقي؟ راه ما يمكنش يدوزو لا زعما غير اللي ديباسيتي. بغيت نهضر على شحال بقى لي، راه ديباسيتي. المشكل ماشي في ماتش واحد ولا راه الدور هذا دور ما قبل المجموعات كاملين، يعني الانديه كاملين الدور التمهيدي وكذلك الماتش القبل التاهل لدوري المجموعات راه ما عندهمش الحق يلعبوه يعني. ولكن شوف اخوي كريم، غير هذه المساله راه غير مقلقه، عرفتي علاش؟ لان النادي ممكن يصيفط واحد اللائحه ديال مثلا 21 لاعب اللي كونفيرمي انهم غيبقاو، راه باينين اخوي كريم. ومن بعد راه غتصيفط هذيك الكماله، يعني هذوك سبعه لاعبين ولا سته غتكمل بهم باش انك تخلي واحد ثلاثه البلايص ولا اربعه ولا حتى خمسه البلايص الميركاتو الشتوي باش انك في هذيك الوقيته. كاينه واحد القضيه اخرى، مركب محمد الخامس يقدر يقدروا هاد الفرق يدبروا على فين يلعبوا، لان كاينه البطوله الافريقيه ما بين 18 و31 اش يعني الرجاء والوداد يعني خصهم يقلبوا في لعبوا. هو اخويا كريم بالنسبه كنظن ما مطروحش مشكل كبير اخويا كريم. علاش؟ لان الالعاب الافريقيه منين غتبدا اخويا كريم غتسالي حتى ال 31 في شهر 8. ما ننساوش ان راه تم تاجيل البطوله اللي كانت غتبدا نهار 17 في شهر 8 راه تاجلات، يعني على الاقل المقابله ديال البطوله يعني ما غتلعبش على البطوله. كنهضروا حنا على دابا الكوب دافريك، وكاينه واحد القضيه اخرى البطوله العربيه راه الماتشات الاولين غادي يبداو في 21 في غشت. الان انا جيك اخويا كريم، دابا هو شوف المشكل ديال البطوله، كنهضر على المقابله ديال البطوله الى حد ما مطروحش. هذه المساله الاولى، لان هذيك الساعه غيكون ربما سالت الالعاب الافريقيه. هذه مساله. المشكل فين كاين اخويا كريم؟ المشكل كاين ربما في المقابله ديال كاس العرب الدور التمهيدي وكذلك كاس العرش الى هذا ربما نشوفوا التواريخ اللي غيتعطاو. فهنا تقريبا الالعاب الافريقيه غادي تسالي في 31 غشت ما بين لو 19 لو 31 غتسالي. دابا انا كنهضر على الوداد الى لعب يعني الوداد والرجاء لاعبين تشامبيون ليغ. الوداد كنظن ان الدور التمهيدي معفي منه، ولكن بالنسبه لهذا راه المركب ما غيكونش حتى بالنسبه للالعاب العربيه. هاد البطوله العربيه اللي غادي تبدا الذهاب في لو 21 ولو 22 والاياب غيكون في لو 27 ولو 28. راه مشكل. لا هو الاياب اخويا كريم هما راك عارف البطوله العربيه كيعطيوك واحد فهمتيني واحد لانترفال دو طون باش انك دير. مثلا كيقول لك الماتش ديال الذهاب غيتلعب مثلا في شهر 8 مثلا نهار 7، وعلى اقصى تقدر الاياب يتلعب مثلا في شهر 10 يعني ما يفوتش شهر 10 مثلا. هذا هو لانترفال اللي كيعطيو. غير هو شوف خويا كريم ربما الاشكال مطروح للفريق الاخر اكثر من فريق الوداد، لان فريق الوداد ما غيلعبش الدور التمهيدي حتى كاع الى لعب دوري قبل ما قبل المجموعات غيتلعب حتى لشهر 9 او لشهر 10 غيكون تيران واجد.
المساله فين كاينه اخويا كريم؟ المساله كاينه الا كنتي غتلعب المقابله ديال الدور الاقصائي ديال كاس العرب الذهب عندك في التيران ديالك، هنا ممكن ان فريق الوداد غيكون مجبر يقلب على تيران من غير ديال الرباط ورا هذا الشيء اللي كنقول من غير لا من غير ديال الرباط وديال كازا. يعني اخويا كريم المشكل ديال التيران ما مطروحش بحده كبيره، المشكل كان يكون مطروح بحده كبيره وكنتي مثلا غيمشيو لك 10 الماتشات من البطوله وكذلك العصبه غيمشيو لك ماتشات كثير. اما كنظن المقابله اخويا كريم بحال ديال الدور التمهيدي كتعرف المستوى ديال مثلا الانديه العربيه، راه الدور التمهيدي غيكون اولا الدور الاول ديال البطوله العربيه غتلعب مع واحد المنافس غيكون متوسط، يعني تلعب مع تف بالعيون ما كاينش مشكل اخويا كريم. فتنظن اخويا كريم ما مطروحش هذا المشكل بشكل كبير عكس العام اللي فات اللي كان ربما التيران كيتغلق لسنه كامله او سنوات قبل، هذا كان اشكال. اما دابا اخويا كريم غتسير الالعاب العربيه الالعاب الافريقيه وكنظن ممكن الوليد ممكن ما يلعبش مقابله ديال كاس العرش ولا بعد المقابله ديال كاس العرش، وكذلك الا كان الا دارت القرعه وكانت المقابله ديال الذهب عندنا في المغرب في هذه الحاله. اما المقابله ديال البطوله وما بعد البطوله وكذلك المقابلات الحاسمه في اولا المنافسه الافريقيه فغيلعبها في ستاد دونور اخويا كريم. واخا اذا ما كاينش مشكل. واخا بالنسبه اليوم كما قلنا التدريبات عرفت جميع اللاعبين موجودين كاينين، هذا انا اللي اثرني هو بعد هاد السويسري هو اللي حط التصويره ديالو السويسري الطغولي روجير امشان عنده 27 سنه قال لك عجب المدرب، ما رايك؟ هو اخوي كريم غير هذا بلاتي بعد هذا راه لعب مع شي فرقه سميتها جيفونتيس اف سي، ما عرفتش من الفرقه كاينه في سويسرا سميتها جيفونتيس جيفونتيس اللي كنعرف انا هي اللي كاينه في الطاليان، كاين شي جيفونتيس قال لك سويسرا لعب فيها وشي تجربه في اسبانيا وايسلندا وفي عمان. انا كنت كنعرف سلطنه عمان، اما هاد عمان مع ملي كان كيحسبني كيلعبوا الكره ولينا كنجيبوا منا لعابه. اذا هذا هو قال لك سيدي، المهم سمعنا بان هذا قال لك كما قالوا لينا ذاك بيستوري ولا سميتو الطالياني قال لك عجب المدرب، هذا تا هو عجبو امتى شافو الله اعلم. يلا جا محسن اخويا هذا المدرب قال لك رانا انا اعجابه وما اعجابه واعجب الطاقم التقني ديال الوداد بهذا السويسري هذا. يعني دابا هادو واخا دابا بغيت نطرح لك السؤال فهاد، دابا هادو اللي كيجيو وكيديروا التيست 10 ايام هما في الوداد باقي ما جاش المدرب، واش كنكونوا مقتنعين بهم؟ والمدرب ما يمكنش يجي يقول لهم ما عجبنيش، يعني حتى هو غادي يقول لهم راه زوين صافي، ما انتم اقتنعتوا به 10 ايام هو كيدير معكم التيست ونجي انا يلاه جيت نقول لكم هذا، ما عرفت انا التساؤل هذا انا كنطرح التساؤلات هذا. ما رايك السي رشيد عزيز كتصيفطنا ميساج كدير لنا كوبي كولي ديال الميساجات اخويا، راه كيضربوا لنا لاباج وكيحجبوا يعني لي ميساج ديال خوتك اخويا، الا كانت شي حاجه صيفطها ليا في الخاص نقراها، وملي كتصيفط اون باج بحال هكا راه كضرك جميع الميساجات. السي محسن ما رايك في هذا السويسري هذا كيدير تيست جوج سيمانات هو الباستوري قال لك زوينين مزيانين، ما رايك؟ هو شوف خويا كريم المساله ديال ان المدرب اعجب باللاعبين ولا لا كنظن هذيك كتبقى عليه هضره، لان المدرب يلاه حط رجليه خويا كريم، واللاعبين لو كانت عندهم غير ان كارير قبل فريق الوداد يقدر نقولوا شاف الفيديو ديالهم ولا كيعرفهم، فالسيد راه ما كيعرفهم المدرب ما كيعرفهمش اخويا كريم، يلاه حط رجليه مازال القرار ديال المدرب اخويا كريم مازال ما غيتاخذهمش لا في حق باستوري ولا في حق اللاعب هذا هذا الكونغولي من الجنسيه اللي عنده جنسيه سويسريه، لان خصو تيشوفو وباش غيشوفو اخويا كريم خصو يدير مقابلات اعداديه، لان ما غيمكنش من لونطري ما غتاخذ فكره واش يبقى ولا ما يبقاوش باش يديروا معاك المقابلات، ولكن باش غتحكم عليه باش تسني ليه خاص دي ماتش تما غيبان لك اللاعب واش عنده ولا ما عندوش. ثاني حاجه فتنظن اخويا كريم بغض النظر ربما الطاقم المساعد يقدر انهم شافوا في اللاعب عنده بعض الامكانيات ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن غيكونوا كيتسناو غيكونوا ما غيقدروش ياخذوا هما القرار، عرفتي علاش؟ لان اخويا كريم تصور انت مثلا هذوك اللاعبين
لو اشامي مثلا ولا مصندوي يقول لك هذا اللاعب ضعيف ياك ويصيفطوه الغد لي مثلا يبان فرقه اخرى، يعني اش غيولي يتقال؟ غيولي يتقال ان الناصر غيحيد عليه مسؤوليه، غتنح للمساعدين علاش انهم فرطوا في اللاعب، كانوا على الاقل يخليوه تيجي مدرب. ما تنظن الطاقم اخوي كريم غيبعد من هذه المسؤوليه، لان كيبقى طاقم مساعد يقدر يعطي الراي ديالو، ولكن القرار غيبقى للمدرب، لان المدرب هو اللي غيتحمل المسؤوليه باش غدا ولا بعدا ما غيقولش لا راه ما عنديش افون سونطار ولا جابوا لي افون سونطار عيان ولا، لان الا قال هذه الهضره كما قالوها مدربين سابقين فراه غيقول ليه انت اللي درتي التيست وانت اللي شتي المؤهلات ديال اللاعب ووافقتي عليه، كما وقع في لوكا ديال البنزرتي اخويا كريم مع اوكشيكو الا كيتذكروا الناس، راه كان اوكشيكو جابوا ناصر البنزرتي قال لهم البنزرتي هذاك اللاعب ما عندوش امكانيات الا غنلعب هذاك اللهم نلعب لاعب محلي، وفعلا مشى البنزرتي وقع المشكل، مشى البنزرتي تونس فريق الوداد سنى اوكشيكو وشنا المستوى ديال اوكشيكو. يا اذا من طبيعه الحال اذا غادي نقراو بعض الميساجات ديال الاخوان ديالنا. قال لك بالصحه شي تي شيرت غير إشاعة أخويا كريم هذا. إذن المهم إحنا شوف إحنا من كتكون الإشاعة كنسولو عليها باش نحيدو الإشاعة، ما كيش مشكل، إحنا كنهضرو إحنا عارفينو كيدير تيست عشرية مو كيدير تيست، يعني خصنا نسولو إش كيدير. إحنا عرفنا باستوري قالك مزيان وغادي ياخدوه هذاك الطالياني وصافي مزيان، هادشي اللي بغينا. خالد تجاني قال القافله تسير والكلاب تنبح. يا سيدي خالد بالتوفيق خويا، مرحبا سي كريم. واش قلت لك مدرب سينا 2 ايه قلتيها ليا. لما ابراهيم كيقول لك وداد الامه، مهدي وداد كيقول لك سلام خويا. يوسف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كعبي واش بصح كاين في مفاوضات معاه؟ هضرنا عليه البارح كعبي، ولكن غير اشاعه لان ما كاين والو، قال الهضره ديال الجورنال، الهضره ديال مول الجرائد. بغيت نفتحها واحد القوس بالنسبه لمول الجرائد. مول الجرائد اليوم جبدني، وانا دابا عبد الرحيم الصعادله ولا اللي فين ما كيصيفط شي ميساج في شي منبر كيقولوا لي راه انا اللي مصيفطو. غادي نوضح واحد الحاجه، انا راه ما انا عبد الرحيم حتى حنا راه دخل هنايا وسبنا وهذا راه ما عندنا علاقه بالسيد، شويه يعني شويه ماشي ما مقادش كيسب المغرب، كيسب الفريق الوطني، كيسب القجع، كيسب هذا. حنا شوف حنا اللي غيجي مرحبا بي، اما غير انا باش تجبد سميتي في شي منبر اخر الا عندك شي حاجه بغيت تقولها قولها ليا انا ولا سميني انت كترزق الله في واحد هذا. انا راه كندير هادشي غير حب مع خوتي وهوايه، وخدام بقى خدام مع راساتك كتاخذ واحد 1500 درهم الله يسهل عليك، ما تجبدنيش انايا، لان انا راه ما يمكنش ليا غنصيفط عباد الله باش يبداو يحاربوا لي باج اخرين، ما عندي ما يدار. اذا غير باش نكونوا واضحين مول الجرائد، قرا الجورنال مع راسك، قرا الاخبار اللي كتحط. مرحبا البارح قلنا قلتي 150، اليوم قلتي 150 هذاك ساغا ما سميتو هذاك ديال ساماكي ديال مراكش، اليوم قلتي 150، غير ما بين البارح واليوم 100. اذا غير ضبط الامور ديالك ولا كنتي كدون تدويره كنعرفوه، تشد الجريده كتقراها وتجي تقرا على الناس. حنا كنناقشوا الافكار وكنناقشوا الحوايج اللي كاينين، ما عندنا علاقه بالخبر والاخبار وداكشي، ما عندنا علاقه بهم، حنا كنناقشوا الحوايج اللي كيهموا الفريق الوداد البيضاوي ونسد القوس. ولا كنتي انت كدير فينا شي خير، كنتي واحد النهار كتجي معنا وكت هذا، راه حنا الخير، انا الخير اللي درت فيك بلا ما نقوله، وراه الاسم ديالي معروف، وحنا كنديرو خيف مع البراني ماشي حتى مع الناس اللي عزاز عليه. اذا احترم راسك، ولا هذاك العالمي اللي عنده هذاك الموقع راه صديق ديالنا، راه نهز التليفون نعيط ليه نقول هذا السيد راه كيجبدني في اللايف، كيجبدني في اللايف عنده. اذا احترم راسو، ولا غادي تكون امور اخرى. كترزق الله 1500 درهم خذها وسكت، الصحافه بعيده عليك، ونتحدى انا شي واحد يعني في هادو اللي كاينين في الفيسبوك عنده شي بطاقه صحفيه، ما نبقاش ندير لايف انا هادو اللي كيديروا اللايف من غير هذاك صحيبنا بابا غنوش وناقصوا سنيسله
راه حتى المغودي راه ماشي صحافي ونتحدى هادو الا قراو الصحافه ولا عندهم بطاقه مهنيه ما نبقاش ندير اللايف انا ما نبقاش نديرو وانا راه كندير هادشي غير حبا وماشي صحافي انا كننشط واحد البرنامج ديال الفريق ديالي الوداد البيضاوي والحمد لله نتمنى نكونوا توفقنا اما حوايج اخرين راه ما عندنا بهم علاقه واللي كيقول صحافي الصحفيين اللي هذا راه خدامين في لي بواط ديال 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 الصحافه واللي غا كيدوروا في هذا وكيشوشوا واللي كيجيبوا الاخبار مقلوبه ولا كيبغوا يشوشوا ودائما كيخشيو الوداد ما فهمتش انا علاش كتخشي الوداد واليوم اليوم اللايف كيديروا كيقول لك عمو تا باغي فلوس 620 مني هضرنا على 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 فاخير البارح اليوم ناضوا طلعوا كيقول لك عمو تا خصو عنده مشكل مع الوداد 620 باش كتعرفوا يعني الحرب على الوداد كيفاش دايره في الاعلام باش تعرفوا كيفاش الناس كيبغوا يديروا يشوش تهضر على فريق ديالك تهضر على الفرقه اللي هذه عندك شي معلومه قولها عندك شي حاجه قولها وما عمرني سمعت انا الصحفي كيقول لك ربما الصحفي شي كلمه ربما ممنوعه في الصحافه اما كتقول الخبر ولا كتسكت راه قلتها وغنعاودها يعني الصحافي كيجيب خبر ربما هو غير صحافي اذا الانسان يحترم راسو الا كنتي مدون انا كنعرف المدونين هما دوك العدول اللي كيكتبوا العدول كيكون حافظ داك الشيء وكيجي كيكتب العدول انسان اللي قاري ما قاري الصحافه وكيجي يشوش على الفريق ديالنا وكيبغي دائما يدخل لك الوداد دائما كيبغي يدخل لك الوداد شي حاجه الوداد كبير عليكم والوداد راه هزينا ماليها وحنا غنبقاو دائما نناضوا دائما نغوتوا دائما نسيدو حنا الا كنهضروا على الوداد باش تكون احسن اما نتوما راه كتهضروا على الوداد باش تطيحوها وباش تطيحوا الناصيري اما الوداد كبير عليكم اللي كيحاربوا الناصيري والناصيري راه فوق راسنا حنا ملي كنهضروا باش الفريق ديالنا يكون احسن اما ما كنقولوش ما كنشوشوش والبارح هضرنا على السيد اللي دخل معانا رجاوي كيسب فينا هضرنا قلنا راه عندكم مشاكل مع فاخر اليوم صبحوا كيهضروا على عمو تخصو فلوس يلا وشوف هاد الناس هادو وشوف هاد البشر انا يعني نتغاوت مع واحد ودادي بحالي بحاله هو باغي الخير وانا باغي الخير هو كيقول لي مثلا لا هادي راه هذا وكنتناقشوا انا وياه ولكن باش يجي واحد اخر الا بغينا نجبدو التصاور ونجبدو اشنو هو الفريق ديالك راه نجبدوها وخليك كترزق الله وخلي كتاخذ ديك 1500 درهم وراك ما صحافي ما والو حنا راه عارفين هاد الحوايج هادو اذا خليك محترم خلي كيحترموك الناس تقرا عليهم في العناوين مرحبا وخليك كتحترم كيحترموك عباد الله اما راه ماشي واحد يجي يقول جوج كلمات ثلاثه كلمات باللغه العربيه وندوخو حنايا ونقولو ناري وحنا راه كنعرفوا التعاطف ديال 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 الواحد كيتعاطف مع واحد الفئه باش يقولوا الله هذا باش الانسان يفرح راه ماشي هادي الصحافه وماشي هذا هو التنشيط كل الخبر اللي كينقولوا والصلاة على النبي اما باش تجبد عباد الله وتبدا تجبد الوداد وتبدا عموته بغى عموته قال عموته راه بحالو بحال بينيتو فلورو الا كان كيستحق شي حاجه غادي الوداد راه غتعطيها ليه الوداد ما عمرها كالت شي واحد ولكن كاينين امور اللي كيتخاضوا راه المسائل راه ملي غادي تهضر حنا اول وحدين غنقولوها باش تجي انت تبدا تتشوش وتقول راه فاخر هذا وراه تا الوداد وانت مالك شغلك وانت صحافي مالك الا كنتي كتقول صحافي كتقرا الاخبار وجمع راسك وانا كنقولها كنعاودها لك العالمي راه صاحبي مول لو سيت وما عنده علاقه بهذا الشيء كاع اللي كيدير راه نهز التليفون عيط ليه نقول له هذاك السيد راه اش كاين عطي اتساع اذا غا باش نكونوا واضحين حنا راه ما كنحاربوا حد الله يعاونكم الله يسهل عليكم ولكن هضروا على فرقتكم ما تجبدوش الوداد ما تجبدوهاش وتا دابا الوداد هي اللي ولات هذا وراه تقري ما عرفتوش قراو احنا غنترجموا لكم و30 عام حنا في امريكان انا نترجم لك اللي بغيتي نترجمه لك واحد كيترجم بجوجل غادي يجي يقول لنا التقرير ديال 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 الاربيطاج فيه
هذا هو سميتو انت دابا مغربي كاع لي نفريد حنا كاع هادشي كاين وخلي تدوز بعدا غير هاد الحويج هاد. ولكن باش تعرفوا الحرب على الوداد كيفاش كيدير، وان هادو راه كيحاربوا الناصري وكنقولها وكنعاودها، راه ما كيحاربوش، راه ساعي هذا عادل العماري وقفوه بسبت هادو. علاش؟ لان الناس ما عندهم ما يدار كيمشيو كيديروا وقفه احتجاجيه، كيديروا وقفه احتجاجيه جمعيه تاهما ما عندهم ما يدار باش يقابلوا الوليدات اللي كيتغتصبوا والبنيات اللي كيتغتصبوا بناتنا في كل مره كتحل هذا. مقابلين عادل العماري كيهضر على الراجا. اذا شوفوا الفكر كيفاش داير باش تعرفوا المستوى مع الناس اللي اللي كنهضروا معاهم. واحد محامي ما عنده ما يدار حتى هو جالس كي مقابل هاد الحوايج، مقابل الراجا ومقابل الوداد. الوداد راه كبير عليكم. وغنقول لكم واحد القضيه، الجمهور ديال الوداد ما تكذبش عليه، شتي الجمهور ديال الوداد ما تكذبش عليه، تكذب على ناس اخرين باش يبقاو متبعينك ويبقاو متبعين البوز. ولكن الوداد راه ان فوا يعرفوا عليك ما كايناش المصداقيه ويعرفوا الكذوب، راه ما غادي يجمعوا ويطويو. اذا الوداد الجمهور ديالها ما تكذبش عليه. اذا غير باش تكون باش نكونوا واضحين، ولا بغيتي تبدا تملقوا لي جروب باش يبارطاجيو ليكم وباش هذا باش تطلع نسبه المشاهده باش يشوفونا 300 400 واحد، لا يهمنا داك الشيء حنايا. انا ما انا والله ما كيهمني، لان حنا كنديروا هذا الشيء اللي واجي ما كنتخلصوش فيه، ولا دخل عندنا شي درهم تحرقوا به. نهار يدخل عليا شي درهم من هاد اللايفات اللي كنديروا نتحرق به. اذا الله يجازيكم بخير، حنا ملي كنديروا شي حاجه كنديروها حبا لهذا الفريق ديالنا اللي كنبغيو، وكنشوفوا العقم ديال الاعلام على الوداد. الوداد وصلت العالميه، الوداد لعبات دابا الفينال، الوداد يعني 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 كلشي كيحاربها. وباش حنايا هاد جوج الصحفيين اللي كاينين ولا ثلاثه اللي كيديروا اللايفات باش يشجعوا، يعني على الاقل يكونوا بوزيتيف، على الاقل يكونوا هذا، كنبداو نحاربوا في الوداد. اش خلينا للتوانسه؟ اش خلينا الناس اخرين؟ اش خلينا اليوم؟ اذا الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، ما تطيحوش لهذا المستوى هذا، ما نطيحوش لهذا المستوى. نبداو هاد الحوايج هادو، راه لا بغيتي تهضر على فاس هضر على اخويا، ولكن ما تهضرش على الوداد، ما تجبدش الوداد. الوداد عندها مدرب دابا جديد، هضر لي على المدرب، جا ترينا كيشوف اللعابه، هذا يصلح هذا ما يصلحش، يمشي في حالته واحد يجي مرحبا كاينش مشكل. ولكن باش حنا نهضروا على هذا، مني خرج خبر ديال 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 الفاخير مع الرجاء، وتجي تاي الغد تخرج لنا خبر ديال عموته ب 620 مليون راكي طالب بها، وهذه وهذه وهذه، باش دير ليكيليبر، وباش هادوك اللي كيتصنتوا يقول لك اه الحمد لله راه ماشي غير بوحدنا واحلين، راه نتوما اللي واحلين. الوداد عندها باش، وراه بنيتو كان كيتسالو خاد فلوسو مشى بحالاته. اذا الله اذا الوداد راه خاد هذا الوداد للجمهور كامل يجمع 50 درهم ولا 20 درهم ونخلصوا هذا اللي كيتسال الوداد. الوداد ما عمره بقى يتسالى شي واحد شي حاجه، والوداد ما عمره كتسال شي واحد شي حاجه، واللي عمرو كيتسال شي حاجه هما اللعابه كانوا كيشوشوا وكيقول لك ما مخلصينش. شحال مره في اللايفات ديالهم كيقول لك اللعابه ما مخلصينش، واللعابه خرجوا قالوا حنا كنتخلصوا اكثر من هذا. قال لك حنايا كيتعطانا اكثر من داكشي اللي كيوعدنا به الناصري. زمط لي البشر، اسمع حله. قال لك حنا داكشي اللي كيوعدنا به الناصري كيعطينا اكثر منه. اذا ما نبقاوش نشوشوا على الوداد. والوداد راه دائما كنقولها، اللي كيحارب الوداد كيحاربه من الداخل، من برا ما عمرهم قدروا يحاربوه، ولكن من الداخل لان ما عندك ما دير. هادشي اللي كاين. اذا انا نسد القوس، ما بغيتش نهضر في هاد الحوايج هادو، ولكن هاد ناقص وسنيسله، وهذاك سميتو بابا غنوش هو وصاحبه قنزوعي ولا قزقوزي ولا ما عرفتش كتقولوا ليه، ومول الجرائد هادو خصهم يعطيو اتساع للوداد، يهضروا على فرق اخرين باش يجيبوا نسبه المشاهده وباش يطلع لهم جروب ويطلع لهم اللايف، داكشي مزيان الله يعاونكم. اما باش كل مره تدخل الوداد من هنا راه غادي نوض لك، انا راه حاضي غير ناقصه، هادشي اللي حاضي. وهذاك ناقص وسنيسله اللي كيكونوا مع محمد امين حتى هما بقى عندهم ما يدار، ولا في ما يخرج شي قرار ديال الطاس كيخرجوا هما يقول لك لا خصنا نترجموه. راه غير لاحظوا فالمي يتهضر على الوداد كيجبدوه هما يقول لك هادي مادي. اذا الله يجازيكم بخير، غير باش نعرفوا
الحرب اللي غدا على الفريق ديالنا وما باغينوش يوصل للمستوى اللي وصل ليه، لان الوداد كنقولها وكنعاود نقولها هزت لابار الفوق، الناس راه كانوا كيتقصوا في الادوار التمهيديه بلا ما نجبدوا تشيلسي ونجبدوا داكشي ديال غانا وهذا بلا ما نجبدوهم، راه ما عمرهم البشر كان كيفوت دور المجموعات، راه الوداد ولا الدومي فينال فينال كتبان لها غير بحال خارجه كتقصر. اذا هاد الحوايج هادو راه الوداد هزت لابار فوق، وباش غيبدا تقولوا راه فلان كيتسال ولا فلانه كتسال، اللي كيتسال شي حاجه كيمشي للمحكمه، ومن تحكم المحكمه سعيد النصيري يعطيهم في الدمه، العيب عندنا حنا الى نادى باش نساعدوا هاد الفرقه وما ساعدناهاش. اذا نسدوا هاد القوس ما بغيتش نهضر فيه، ولكن جبدونا الناس والناس راه كيتصنتوا لينا، وهذا الميساج ليكم. وعادل العماري ديما عادل العماري خويا وحبيبي وقرا معايا ولد دربنا، وعادل العماري غنسيبورتيه، وغدا غادي نبقى معلق هذيك الصوره تما تتحيد عادل العماري في الانجليز، هضرت معاه بخير وعلى خير كيدوز الفاكونس ديالو، وبقاو تنبحوا نتوما بقاو تنبحوا هو مشى عند حمودان صيفطوا واحد يهضر مع حمودان هذا، وراه شفتوا الوقفه الاحتجاجيه ديال اليوم اللي كانت الوقفه الاحتجاجيه، والتليفون ديال السي زياد اللي تحط في لي ريزو سوسيو، هذا هو الجمهور الراقي، هو هذا اللي كيحط التليفون ديال الرئيس ديالو في لي باس ريزو سوسيو باش يعيطوا ليه، هذا هو الجمهور الواعي. مي اذا نسدوا هذا القوس ما بغيتش نهضر فيه، ولكن راه الميساج وصل واللي غايب يوصلوا لهم هذا الميساج، انا درته باش يوصل لعباد الله، وانا راه ما كنخاف حتى شي واحد، وحتى واحد ما كيعطيني شي حاجه، واللي بغى شي حاجه هنا، واللي قال عمرو عطاني شي حاجه ولا عمرو مد لي يد المساعده ولا هذا يجي عندي، وانا الحمد لله بابي ديما مفتوح، والرقم ديالي راه هو معروف راه هو، والناس كيعيطوا لي وكنساعدهم لوجه الله، وما باغي حتى شي حاجه من شي واحد، لا قدرت ندير شي حاجه كنديرها، ولكن الناس اللي كيجبدوا الفريق ديالي راه غادي نكون لهم بالفرقه، غنبقى نطلع وندن كريتيكي غير فيهم هما تيبردوا السوق. اذا يعطوا اتساع الفريق ديالنا، خليونا نخدموا، خلي الفريق ديالنا يخدم. حنا لا كنا كنناقشوا الوداد لان حنا وداديين وباغينا تكون احسن، اما نتوما كتناقشوها باش تطيحوا الوداد، باش تهرسوا الوداد، باش يجيو الناس يركبوا على الحادث، اذا ما غنخليهمش. والحمد لله العالم كله اعترف بان الوداد مظلومه، ماشي الظلم ديال كلينيكس وديال البكا والشكا، لا الظلم يعني ثابت عليهم، ثابت على 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 عليهم، وثابت عليهم بالحجه والدليل، والمحكمه الدوليه هي اللي غادي تفصل. حنا راه ما كنتمرمقوش، حنا راه ماشي كنلعبوا الشامبيون ليغ وكنتصرفقوا وكنجيو حاضرين ريوسنا. اذا افهم، وهاد الناس هادو اللي كيمجدوا لهذوك الجروبات باش يطلعوا نسبة، ما عندي ما ندير بهم، انا بارك عليا غير جوج ثلاث لايفات نهضر مع خوتي ونتفاعلوا احنا الحباب ديالنا، ذات سيت، هادشي اللي هذا هو المهم عندي انا. حوايج اخرين ما تبقاوش جبدوا عليكم هذا، ولا انا لكم بالمرصاد. وعادل العماري على راسي وعينيه خويا وحبيبي، وعادل العماري هذاك راجل، والله سيدي لا راجل هذاك السيد، شي كون كان فيه ادنى حاجه ديال الضغون نقولها لكم، ولكن خصك تعرفوا وتعاشروا. ودادي ولعب في الوداد معايا انا، بزاف الناس ما عارفيناش، لعب في الوداد ودادي بور، يلاه باش اللي عنده شي حاجه تفرقع عليه في راسه. اذا كيقوم بالواجب ديالو، كيخدم، كيشوشوا عليه، كيهدوه، كيصيفطوا ليه الناس، هاد الحوايج راه بزاف الناس ما عارفينهمش، راه كيهدوه، كيصيفطوا ليه الناس، كيسبوا ليه مراته، كيسبوا ليه ولادو، وهذا هو. ولا عندك شي فكره وعندك شي حاجه جيه واجهني قول لي انت راه كتخربق، انت لا راه ماشي هادشي خصك تقول، ولا هادشي لا راه انا ما قادرش تواجه الواحد. اذا ما انسان ما خصوش يعير به. وهذوك الجمعيات ديال صحابات القوارو غادي نقولها ونعاودها، دوك صحابات القوارو والاطفال اللي كيوقع لهم ما كيوقع لهم، هما اللي خصكم حق تمشوا تدافعوا عليهم. اما واحد الا قال الراي ديالو هذاك راه كيتسمى كرونيكور، يقول اللي بغى يقول طالما ما كيسبش، الا قال له وحده سيري طيبي وهذا عفويه، لان قالت لي على المغرب
المغرب ما كرهتوش يخسر من طبيعة الحال. حتى انا قلت لي غادي نقول لها نفس الشيء ولكن ما كنوي بها والو. ولكن ملي كينوضوا الجمعيات اللي ما عندهم ما يدار كيبداو يحاربوا الناس بحال هكا خصنا نوقفوا لهم يعني نوقفوا ضد هاد الحوايج هادو. سمحوا لي يا الاخوان يعني شويه تقلقت ولكن راه هاد الحوايج هادو راه كيقلقوا بصراحه. يعني دائما كيبغيو يخشي الوداد ما عرفتش علاش ما عرفتش علاش. يعني هادي اللي ما بغاش تفهم ليا كي 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 كيبقاو يضحكوا كي 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 هو داك ناقص سنيسله مع امين كيقولوا شي حاجه على القزع كي 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 كيبقى يضحك زعما راه لا طاح القزع غير طاح النصيري راه لا طاح هذا راه هذا هو الفكر. كيقول لك ها انتم غتشوفوا هانتوما غتشوفوا في فراش شهر شنو غادي يوقع ياك ما تيقوا هانتوما. وهذه هي الهضره هذا هو الصحافي. اذا كنا كنحترموا بعد الناس كنا كنحترموهم وكناخذوا من عندهم المعلومه اللي كتصلح لينا. ولكن مني بداو وراونا انهم كيحاربوا الوداد وانه باغي الوداد يعني يطيحوا بها هنا غادي حتى حنا غادي 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 نوقفوا ليهم وحتى حنا غادي نبقاو دائما نصيفطوا لهم الميساج. والتليفون ديالي راه هو اللي بغى يعيط ليا من هادوك راه عندهم كلهم كيعرفوني راه كريم واشنطن راه معروف راه عندهم يتصلوا بيا ولكن ما يقدرش يتصل بيا ما يقدرش. اسامه بن عبد الله انا كنعرفو مني الله جا من فرنسا كان كيريح معنا في القهوه يحضر راسه والله ما كان يقدر يهضر. وراه قلتها لي انا في اللايف عنده قلتها لي قلت له واش عقلتي نهار جيتي كنت ويحشم قال لي كاينه قهوه ديال عز بودرباله باش نعطي فين كاين نعطي فين كاينه كان كيجي ريح عز كتيب ومريح. اذا كل واحد راه كنعرفو واحد استاذ ديال التربيه الاسلاميه الله يعاونو كريم. ولكن كل واحد يحترم راسو ويحترم هذاك الميدان واللي كان شي حاجه يقولها بلا ما يهاجم الفريق ديالنا. حنا يهضر على فرق اخرين مرحبا ولكن الفريق ديالنا حنايا هذه 5 سنين ولا نرجعوا للتاريخ راه ما كاينش اللي هز الدرابو وما كاينش اللي هز شي. حنا كون بغينا الالقاب كره فاش كانت الوداد يعني كانوا الناس كيجاهدوا راه كره الوداد عندها 30 لقب بحال ريال مدريد في السبعينات والثمانينات كره عندها 30 لقب. ولكن حنا كان عندها التوجه السياسي علاش كيسميوه وداد الامه الوداد الامه. اذا هاد المسائل هادو خاص هاد لا جينيراسيون تعرفها. حنا مني كهذا مني دابا كتهضر على داك يقول لك ما تشوش ايوا حنا راه ودي الله 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 يهدي ما خلق وصاي. سمحوا لينا الاخوان انا كنت نتمنى من 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 ما نقولش هاد الحوايج هادو ولكن راه جرحونا واليوم كاع اليوم تفرقعت عليهم لان مني جبدنا فاخر جبدوا عموته. اذا غير باش تعرفوا يعني المسائل كيفاش كتمشي. خويا محسن اسمح لي ماشي مشكل اخويا كريم على كل نشوف الواحد اخويا كريم يفيد هاد المشاكل وبلا ما يدخل في الامور الخاصه مع عباد الله. كل واحد هو راه كيتحمل المسؤوليه ديال داكشي اللي كيقول اخويا كريم. غير المساله بما انك جبتي اخويا كريم المساله ديال عموته غير باش نوضحوها. عموته اخويا كريم كان كيطالب الوقيته فاش كان مع الوداد كان الناصر باغي يعطيه المستحقات ديالو يتفاهم معاه غير هو الكيفيه باش مشى عموته. الاداره ديال فريق الوداد كيشوفوا بانه ما كيستحقش انه ياخذ ربما الشهره اللي ما خدمش لان يعني الوقيته اللي حيد ممكن يعطيه المستحقات ديالو كذلك المنحه ديال الفوز بالعصبه. ولكن عموته كان كيطالب بكافه المستحقات يعني حتى المستحقات المتعلقه بنهايه العقد ديالو يعني من بعد يعني كنظن هو كان هذيك الوقيته مشى في المواد ديال جونفي يعني كيطالب بمستحقات حتى المواسيس يعني حتى شهر 6. فالمسؤولين ديال فريق الوداد ما ربما ما عجبهمش الحال وشافوا بانه ما ربما ان ما كيستحقش هذوك المستحقات لانه حتى هو كيتحمل المسؤوليه ديال كان ربما اخطاء من عنده على كلين منهم التفاوض مع النادي ديال الزمالك واشياء اللي كانت في المونديال ديال اخويا كريم بلا ما نعاودوا نهضروا عليها. فهاد المساله غير هو الميل فرع عند الجامعه كانت حكمات اخويا كريم بواحد القدر من المال تعطى لعموته. ولكن فريق الوداد رفع الميل في الاستئناف وباقي الميل في الجامعه يعني الحكم اخويا كريم على ما انا هادشي انا عارفه ولكن علاش غتجبدوا دابا؟ غنجبدوا الوقت ملي غادي يكمل الحكم غتجبدوه. علاش غتجبدوا دابا؟ علاش؟ انا هادشي اللي بغيت نفهم علاش غتجبدوا دابا؟ اذا انت باغي باش الكفه ديال الغريم الجمهور يقول لك واه والله تعطيتهم القاصح والله تعطيتهم برافو عمر برافو. هذا هو الصحافي. اذا
هو شو كريم غير واحد الاخ ربما في ميساج كيسول قال لك على اللاعبين ديال اللاعبين الجداد واش يمكن يلعبوا المنافسه الى تعاد الماتش واش يمكن لهم يلعبوا. كنقول غير الاخ انه راه ما يمكنش لهم يلعبوا اللعاب اللي لعبوا المقابله ديال اللي كانوا هنا مؤهلين باش يلعبوا المقابله اللي لعبوا المقابله ديال الاياب ضد الترجي لا من الفريقين لا من الفريق ولا من فريق الترجي راه هما اللي مسموح لهم يلعبوا الاياب. اللعابه الجداد اولا الموقوفين راه ما عندهمش الحق يلعبوا يعني حتى اللعابه اللي كانوا موقوفين في المقابله ديال الاياب يعني اللي خداو انذارات في المقابله ديال الرباط وتوقفوا بحال مثلا اشرف داري مثلا والنقاش راه ما عندهمش الحق يلعبوا المقابله ديال العوده في حاله اذا تعادت المقابله وكذلك نفس الشيء بالنسبه للفريق التونسي. واخا اذا كنظن ان السي سيونس معنا. اهلا وسهلا سيونس. الو السلام عليكم تحيه لك خويا كريم وتحيه للاخ محسن وتحيه لجميع متابعي ماروك سبور 24 وخصوصا منهم الوداديين وشكرا لك خويا كريم على قبول دعوتنا. مرحبا مرحبا سمعنا سمحوا لنا صدعناكم فهاد الليل هذا ولكن سمحوا لنا والله العظيم انا ما كنبغي نهضر في هذا الشيء ولكن راه عيقوا لنا الناس هادو عيقوا بزاف كاع. لا خويا كريم حيت عندي بعض التوضيحات بخصوص النقطه ديال الوداد في الطاس وتوضيحات اللي استقيته من عند واحد من عند صديق ديالي اللي كيدرس في فرنسا كيدرس نيت القانون الرياضي ومقدم في ماستر في القانون الرياضي وكندير ان ستاج في لا فيفا وخدم في ان كابيني مع واحد المحامي مختص في الدومين يعني هذه شهاده من عند انسان جد مختص. اول شيء بعدا قبل من هذه القضيه هذه فكنظن ان هذا الملف ديال الطاس ديال الوداد مع الطاس غادي يبقى وصمه عار على مجموعه من الصحفيين يعني اللي كانوا سلاح في يد التونسيين وللاسف يعني ما تيدافعوش عليه حتى الحق لان مثلا انا كنت مغربي انا كوداد يكون شفت مثلا الوداد دارت هذاك الشيء نقدر ندافع على التونسيين بمبدا الحق ولكن انت كتشوف فريق مظلوم ولحسابات شخصيه ضيقه جد جد ضيقه كتمشي كتولي كما كنقولوا كيقولوا اللغه بالفرنسيه لافوكا دو ديابل كتولي انت هو محامي الشيطان يعني دابا التوانس سكتو هذه شهر هذه ما بقاوش كيهضروا كاع وجوج الناس دابا فاضحين ولا ثلاثه فاضحين الدنيا وسكتو هذوك التوانسه ولا هما استغربوا او حتى كيفاش هذه الاخبار كتجينا ما فهمتش وحدين مضاربين ولينا حارين مع هادو راه نتوما خصنا نمشي معاهم الطاس هاد الجوج واللي كيضرني اللي كيضرني اخويا كريم هما كيهضروا باستهتار على الجمهور اللي بغيت انا نقول راه كيضحكوا عليك وشو كيفاش كيبقاو يضحكوا شوف لي رياكسيون ديالهم هادي ديال ول البارح وديال البارح شوف كيفاش كيضحكوا كيفاش كيستهزؤوا يعني هذا اللي كي 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 بجوج هو كيضحك والاخر كيضحك وكي وراه شفنا كان واحد التسجيل هذه 3 اشهر ولا 4 اشهر ما كانوش كيحسبوا بان الكاميرا شاعله وكان واحد راه باقي واقيلا عندي راك تصيفطوا واقيلا الرشيد دابا شي نهار ندوزوا وكيهضروا كيسبوا كيسبوا ما بغيتش انا ندخل لهاد الحوايج راه صيفطوا الرشيد وراه كان كيحسبوا هما كان كيحسبوا اللايف ديز وتسجلوا راه كان في لي ريزو سوسيو اذا باش نعرفوا الحقد الحقد على المصيري والشخصانه باش نبعد انا على الشخصيه والشخصانه فكنظن ان الجمهور الوداد ما غينساش لهم هاد اللقطات هادي وانا اصلا قررت انني ما غنبقاش نتبع فيسبوك وهاد النشرات وهاد الشيء من هذاك الشيء اللي شفت لانه انا كودادي كيضرني غنتبع بعض الاخبار من عند الناس اللي كنثق فيهم وداك الشيء الاخر صافي نحبس لان لسنا مضطرين راه حنا اللي كنصنعوهم ماشي هما اللي كيصنعونا يعني هذه راه واحد القضيه خص الانسان يديرها في دماغه. بما يخص التقرير ديال قاسما واللي الناس بداو كيتبجحوا انهم هما اللي كيفهموا الانجليزيه وان جمهور الوداد عموم جمهور الوداد هو جمهور يعني كيقول لك امي وضحيه مجتمع والى ذلك الى ذلك رغم ان الجمهور الوداد يعج بالكوادر اللي الى مشاو تقدموا هضروا والله حتى يحشم يعقب عليهم ويدرسوه القانون ويدرسوه الصحافه ويدرسوه الرياضه وفيما كتهضر معاك يقول لك باك موان 12 باك موان 13 موان 14 وراه الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا راه ما كتعنيش بان الا ما كنتيش قاري وما عندوش زعما راه ما غاديش يقدر يفهمك
ولكن راه حنا المستعمر هو اللي درنا هادشي في دماغنا حنايا. زعما راه الا ما عندكش هذا وما كنتيش كتهضر فرونسي وكتقول جوج جملات ولا ثلاثه راك امي. راه الناس راه الدارجه راه لغه عباد الله، راه الدارجه راه لغه. واحد فيهم اللي سبيتي لي فرنسا كيتور عليك بحال سبيتي لي الوالده ديالو. انا في نهار فينال ديال كاس العالم تمنيت التفوق، رغم انني كنت مقيم انا داك في فرنسا، تمنيت التفوق لكرواتيا وبدا عليا لا وكيفاش وهذا بحال ما عرفت شنو قلت. مريض والله الله يهدينا، الله يهدي ما خلق يدبروا راسهم. ما علينا اخويا كريم، هذه غير توضيح للعموم الجماهير الوداديه باش يكونوا على بال. ف من 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 اختصاصات ديال الطاس هو النظر في لي تيكست دو لو، يعني في نصوص القانون. وما يمكنش انها دير اون ريكتيفيكاسيون، يعني اعاده النظر في قرارات تحكيميه تقنيه. ان با لو دووا دو ريكتيفي دي زاربيتراج تكنيك. يعني باش هذا بالقانون كيفاش كتبينو. وفي القانون ديال وفي التقرير ديال قاسامه كنهضر على ان الوداد ما بغاوش يكملوا الماتش وانهم كانت في راسهم الفار الى ذلك الى اخره، ولكن في الجمله الاخيره اللي فيها بيت القصيد، لانه تيقول لك انطلاقه من الدقيقه 58 وقعوا واحد الاشياء غريبه كلشي تبدل وتم دخل بزاف ديال لي زانترو، زعما الناس اللي من برا التيران دخلوا، منهم اطفال سيكوريتي دوك لي ريسبونسابل اكسيتيرا اكسيتيرا. قال لك وهادشي اللي وسط مزيان، وهاد الاشياء اللي خلات الماتش يتوقف لمده ساعه. لا هما خويا يونس كيقراو غير الاول، كيترجموا غير الاول باش 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 الناس يقول لك وترجم لي كل الكونتيست كله وعاد نتفاهم انا وياك. كمل اخويا. وانا جاي لك اهم، وانا جاي لك الاهم من نقطه. وقال لي من بعد جا عندي السيد لو كوميسير دو ماتش اللي ما عرف ما عقلتش على سميتو، وقال لي وقف اللقاء وهذا الشيء اللي درت. يعني ان قاسما لم يحكم بفوز فريق الترجي، انهى المقابله نقطه الى السطر، لم ينهي المقابله بفوز فريق الترجي على الوداد، وما اعتبرش الوداد منسحب. ولو دوك الكلمات اللي قال ديال ان الوداد ما بقاتش بغات تكمل وان الكابيتان ديالهم جا عندي وقال لي انا ما غنكملش الشيء يقولها لي الرئيس، الطاس ما عندهاش الحق انها تعتبر الوداد منسحب واخا ما بغاش يكمل الماتش، لان هذاك من اختصاص الحكم الانسحاب دير بحال هدف. الطاس كتحكم بالقوانين، كتحكم بالمعطيات وبالقوانين، ما كتحكمش بالهضره ولا دوزوا شوفوا الفيديو ولا تفرجوا معنا في الماتش. القوانين هي باش كتحكم الطاس. يعني التقرير ديال الحكم فيه لي عطيت. نعم اخويا غير نكمل النقطه عفاك وباش ما يمشوش لي الافكار الا كان ممكن. كمل وي تفضل. يعني ما يمكنش الوداد مثلا تمشي للطاس وتقول لهم رجعوا لينا البيت ديال العملود، لانه كان قرار حكم، سي اون ديسيزيون تكنيك، يعني قرار تقني. وبالتالي هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الناس اللي غنغيب عليهم وخصوصا بعض المهرجين اللي صافي بداو كيضحكوا وكينشطوا حيت شافوا داك الجوج كلمات ديال قاسما، هو ان الطاس ما غتحكمش غير انطلاقا على تقرير الحكم. راه هذا ملف قانوني يا عباد الله، راه فيه بزاف المتدخلين، وفيه اهم نقطه اللي هي التقرير ديال لو كوميسير دو ماتش، التقرير ديال مراقب المقابله، هذا هو اللي غيكون لو بوين كليك. وعاد باش زيد على هذا الفيديوهات وحتى بعد تحقيقات البريف اللي خدمتهم الوداد، يعني كاين مفاجات اخرى في الملف. والملف هذا اللي يعني ان الوداد راه غتربحوا، هو ملف صعب وملف معقد، ولكن راه ماشي بديك الدرجه اللي كيروجوا لها دوك الناس، لان الثقه في النفس بعض المرات اخويا كريم تدل على السذاجه. صعيب انك في قانون وفي معطيات قانونيه تبان انك تثق في نفسك وانت ما قاريش الف باء قانون. راه الناس القانونيين تيقول هذاك السيد قال لي الملف جد صعب وفيه ثلاثه المتداخلين وكل واحد عنده الطروحات ديالو. الوداد عنده واحد الموقف قوه ديال انها من انطلاقه من تقرير الحكم هي ما خسراتش سور بابي، يعني بالتالي الوداد كتنيغوسي سوا غيتعاود الماتش سوا غتربحو صافي. وقال لي كاين احتمال صغير جدا الا شدوا على الوداد شي مخالفه
من غير تقرير الماتش، لكن ترجي شدوا على الوداد شي مخالفه مثلا، شي كلمات، شي تدخل، شي كانت شي مثلا شي تاثير على الحكام، شي فهمتيش بغيت نقول لك؟ يعني مثلا بحال يقولوا الناصيري راه هو اللي اثر على الحكم باش يبدل التقرير ديالو، هذه مثلا، ولا مثلا احمد استغل العلاقه دي، ولكن خصهم هما يجيبوا دليل مادي على هذه القضيه هذه. يعني هنا هذا هو الهامش اللي تقدر تلعب فيه الترجي. ما الترجي اقصى طموحاته ان يتثبت لا ديسيزيون ديال ان الماتش يتعاد. هذه غير واحد النقطه اللي بغيت نبينها باش الجمهور الوداد حتى هو شويه يكون حيتاش دابا بصراحه يعني كان الجمهور متفائل شويه مني بداو هاد المهم هاد ناقص وسنيس اللي بداو كيقولوا فهاد وكيروجوا فهاد الحوايج هادو بصراحه يعني، وكيضحكوا يعني وكيستهزؤوا بالقرارات وبهذا، وانتم راكم ما عرفتوش، وكيستبلدوا كل شيء عباد الله، وانتم راكم ما عارفينش، ما كتعرفوش تقراو، وداروا حلقات لكن منهم اللي مشى المستوى ديال انه دار حلقات قسمها على 3 ولا 4، وراه غادي نعطيكم الحلقه الاولى وغنعطيكم الحلقه الثانيه والحلقه الثالثه. كيبين لك يعني نقول لك شكون اللي متصرهم اللي متصرهم هو داك صاحبهم الرجاوي اللي كاين في الكاف، عطاهم جوج كلمات صافي وفرحوا. عرفت من الاخر باش زعما نكونوا واضحين الامور راه باينه. لا هذاك هو اللي خرج، هذاك هو اللي خرج شحال من حاجه، وهو اللي كيخرج اخبار هذاك بلا ما نذكروا السميه ديالو، راه معروف اللي كاين في لاكاف يعني معروف، وراه كنا على وزن مساعد مساعد مدرب المنتخب يعني كما قال السي يونس يعني فرحانين به مساكن، وزعما راه كيحسبهم راه جابين خبر وما عاد شنو هو وما عاد الله يهديك. راه الطاسره ما كتمشيش بهاد الحوايج هادو. انت الوداد راه في مصدر قوه، راه كنقولوها وكنعاودوها، لان اولا ما انسحباتش، وثانيا ان شاء الله باذن الله غادي احنا كون بغينا ناخذوا غير داكشي اللي قال لنا كافو نعاودوا الماتش، راه كون راه عاودنا، ولكن احنا كما قال الناصيري قال لك حنايا هادي راه في الجيب، ولكن خصنا نشوفوا مطالب اخرى. إذن حنا ماشي حنا ما دارشيش القانون وما عارفينوش بحال الناس اخرين، ولكن هادوك الناس كون شافوا في الدوسي، هادوك المحاميين اللي كاينين كون شافوا في الدوسي بان داكشي ما يقول لي شوف راه خذ داكشي اللي كاين وعاودوا الماتش والنبي نعسان، ولكن مني شافوا بان راه كاين فين يشدوا كما كيقولوا راه غادي يمشيو جوسكوبو، وان شاء الله غادي نضحكوا عليهم هادوك المهرجين، والله حتى غتشبعوا عليهم ضحك. انا كنواعدكم بان غنضحكوا عليهم. سي محسن وي هو اخوي كريم، غير باش نوضحوا بعض الامور. شوف اللي غيجزم في الملف ديال فريق الوداد يقول لك ان الوداد او الفريق الاخر ولا مثلا اعاده المقابله راه خاطئ اخوي كريم. الحكم ديال الطاس راه مفتوح على جميع الاحتمالات، هذه غير مساله هذاك هو طارق قال لك هذاك موعد حجي نقولوها ونعاودوها. شوف خويا كريم، اولا بالنسبه لهذا اللي هضرتوا عليه هاد موعد حجي، اولا بما انه خويا كريم ولا هو الكاتب العام ديال لاكاف، كان على الاقل الوقيته اللي هبط الناصيري وهبطات هذيك المعمعه ديال راه بقى مخبي الفوق، راه بقى مريح الفوق مخبي. واخا نكمل اخويا كريم، هذاك على الاقل كان يهبط بما ان هذيك اللجنه كامله ديال لاكاف وحتى احمد هبطوا، فكان على الاقل كان يهبط لانه على الاقل يدافع على البلد ديالو كيما البوشماوي وكان ربما هذاك النيجيري، كذلك هذاك البوشماوي النيجيري ربما دوروا الناصيري، فكان على الاقل يدير الواجب ديالو، لان تما خويا كريم راه ما كيمثل حتى فريق، تما راه كيمثل هذا كيمثل المغرب، لان راه ممثل دابا راه عضو في لاكاف، راه كيمثل المغرب، راه يمثل المغاربه كاملين يعني ما تيمثلش فريق تما. المساله اللي هضر عليها سيونس وبعدا تنحييه، راه كنت قلت لك اخويا كريم ربما يونس راه لا ما بغيتش نبرزطو، انا كنعرف يونس مني كيقدر هو كيعيط لي، انا قلت واقيلا يقدر يكون ناعس ولا شي حاجه، ما بغيتش نبرزطو. انا راه سول عليك يونس، سول عليك محسن، قلت لي راه ما بغيتش نبرزطو. سير سي محسن كمل. هو اخويا كريم غير بالنسبه انا بالنسبه للرابور ديال الحكم، كما ربما تطرقنا له شحال هذه وعاودنا وشرحنا ودرنا الترجمه ديالو، وفعلا شرحنا كافه الجمل اللي كاينين تما، وكما قال سيونس لم ما عطاوش الناس ما عطاوش هذا
اهتمام الجمله الاخيره اللي حتى هي جد مؤثره ومهمه بزاف، شافوا غير بعض الحوايج. انا اللي تيبان لي اخويا كريم وكنت قلتها شحال هذه، الحكم دار هذاك التقرير اللي ربما كيوصف الاحداث، الهدف منه هو انه بغى يحمي راسه اخويا كريم، بغى يحمي راسه لان الحكم دار خطا كبير، لان لا اولا المندوب، لان اخويا كريم قبل انطلاق المقابله على الاقل كان ما كانش الفار اخويا كريم، كان ما خصش المقابله تلعب، لان الفار قبل ما تيكون على الاقل كيدار ان تيست نهار قبل، وعاد الاجتماع التقني كيدار فيه عاد في اسوء الحالات الى حتى كاع ما ترى الفار هذاك النهار وقع فيه مشكل وما خدمش، كان خدام قبل وما خدمش في خدم يعني نهار قبل فاش كانوا كيجربوا وما خدمش في ديك الوقيته، الحكم هذيك الساعه غيدير ان بي في وغيتجمعوا الاداريين وغيوافقوا يتلعب المقابله. اما هما باش يقول لك لا بياسه ما جايش من صبريون، بياسه ما جايش من موريتانيا، لا لعبوا ومنين تجي البياسه غنفترضوا كاع قال لهم لعبوا ومنين تجي البياسه راه غنقولها ليكم ولا ومساله اخرى نفترضوا اخويا كريم كانت غتجي كاع هذه البياسه باش عرفنا غتجي ديك البياسه والفار غيخدم. راه الفار راه الفار كيداروا دي تيست، راه ماشي داك الشيء اللاعب ديال الدري الصغار. كمل المساله الثانيه اخويا كريم، ممكن ان تواطؤ ديال البوشماوي مع الشركه وربما امور اخرى راه هي اللي خلات هذه الامور، هذا السبب ان السبه زعما ديال ام بي اس ما جاتش، علما ان المساله ديال الفار كانت مطروحه حتى في المقابله ديال الاهلي، ولا كانت الشهاده ديال هذاك فهمي اللي كان حتى هو كاتب عام وقال بان عمرو فهمي الى شتى هو اخويا كريم وقال بان حتى في المقابله ديال الاهلي راه نبهت الاهلي ان الفار ما كاينش، راه غتكون فعلا خاص يكون توقيف للفريق ديال الترجي. على كل غير اللي بغيت نقول اخويا كريم المساله ديال الطاس نساوها اخويا كريم، لا هذه محكوم فيها. انا ما شوف الطاس ما بغيتش نهضر في هذاك الشيء، صافي حنايا الحمد لله دايرين الناس ديال القانون مكلفين بهذاك، ما يعني احنا خصنا نتكونسونطرو على الفريق ديالنا كاع، ما بقينا كنهضروا عليه. انا لا جبتو انا غير على التهكم على الفريق ديالنا، هادشي اللي جبت كريم شي اخويا كريم، راه كيما قال لك يونس شي، انا بعدا هضرتي على هادشي، انا والله ما كنسمع لهم اخويا كريم، ما نكذبش عليك شي دابا قلت لك انت هاد الجوج كيتهكموا ولا كذا، انا والله ما سمعتش ليهم، واللي بغى يتهكم يتهكم شغلو هذاك، وكل واحد راه مسؤول هذاك الشيء يقول، والناس راه فهمتي اخويا كريم، والجماهير الوداديه راه كيما قال لك يونس راه كاينين الحمد لله، راه كاينين ديكادر، كاينين الناس اللي من مستوى كبير وناس اللي ربما ما تيبغيوش يبانوا ولا ما تيبغيوش، لان الواحد ملي تيوصل لواحد المستوى عالي اخويا كريم راه كيكون متواضع ومثالي، ما فهمتي ما كتكونش فيه قوه الهضره وقوه الفلسفه. اي ولكن المستوى ديال الجمهور اللي عندنا ما كنقولش كلشي، ولكن المستوى على قد الحال، حتى يعني هاد الحوايج حتى خصك تخرج وتغوت وتدافع على حقك، لان شحال من راه كيقول لك ما هضروا علينا ما والو، الناس كيهضروا عليهم ولاو مساكن الوداد بحال شي فرقه في دوزيام ديفيزيون كيهضروا عليها وقت ما بغاو يهضروا عليها، كيهضروا عليها ملي كيكونوا المشاكل، غير ملي كيكون هذا، غير ملي يكون انتدابات باش يجيبوا لي فيو ويجيبوا هذا ومن هذاك، لا هذا كيجبدوا لك فلان ويجبدوا لك فلان ويجبدوا لك فلان. لا ولكن كريم ولكن اخويا الخطا راه ديال الاداره ديال فريق الوداد، الاداره ديال فريق الوداد لو كان تواصل في المستوى ما غيحلوش الباب لهذوك الناس، والجماهير الوداديه غتبدا تشوف مثلا تتبع القناه ديال الوداد وتعرف كيف هذه الاخبار، وكذلك الاخوان الوداديين بحالنا حنا ولا بعض الاخوان راه ممكن حتى هما يساهموا في هذا انهم يعطيو معلومات وربما فهمتي يوجهوا حتى هما بعض الجماهير اللي ربما انا كتعرف راه الله يحسن العون راه الناس راه مساكن كيكونوا خدامين ولا شيء، صعيب انهم يحضروا التدريب ولو ان الحضور التدريب راه ممنوع، يعني الا حضرتي خصك تحضر غير فهمتي تشوف دونك المعلومه كتكون شويه ما موجوداش، لذلك كتخلي هذا المجال بحال هادو اللي عندهم مشكل مع الرئيس ربما انهم باش يطيحوا الفرقه. المشكل اخوي كريم راه ولكن حتى هو السي الناصري هو خدام، ولكن راه كانوا كيشوشوا عليه، اذا ممكن حتى هو قال سيدي انا ما نبقاش كنخرج للاعلام، متفقين حنا لو سيت خصو يتحرك وهذا وهذا، وان شاء الله غادي يتحرك وكل شيء، هذه المسائل حنا راه كنقوموا بالدور اللي خصنا نقوموا به، ما كاينش مشكل، ولكن غير حنا بيناتنا مزيان ننتقدوا بيناتنا، نقولوا هذا احنا بغينا ما كرهناش نشوفوا حتى حنايا الفيديوهات ديال لونطريمون، ما كرهناش هذه ايوا الناس خدامين على هذا الشيء، خليهم يخدموا سيدي، حنا ماشي مشكل، حنا راه كنديروا الدور ديالنا وكنناقشوا مع الاخوان ديالنا، وهذا هو المهم. اذا الاخوان اللي بغاو يتصلوا مرحبا اتصلوا بنا وناخذوا الاراء ديالكم في جميع هذه المواضيع اللي هضرنا فيهم، ولكن شي نقطه اخرى السي محسن ولا السي يونس مرحبا. هو تفضل اخويا يونس تفضل.
لا ماشي مشكل، غسل غسل. هو خويا كريم شوف، العقليه في المغرب راه حنا خويا هذا عايشين في المغرب راه عارفين العقليه كي دايره خويا كريم. راه الانسان كيكون عنده مشكل معاك صافي تيولي يحاربك، الناصري عنده مشكل مع اشخاص ربما سد عليهم فهمتيني ومنع بعض الاشياء اللي كانوا، راه حاجه عاديه خويا كريم. راه ممكن انهم راه عارفين هذاك القرار ديال الحكم راه ما يستحقش ان خويا كريم تكون قريت ترجمه من هذا من الانجليزيه العربيه ولا من العربيه الفرنسيه باش تفهموا. راه هذاك القرار تجيبوا الواحد في الثانوي خويا كريم غيفهموا. علاش؟ لان الحكم كيوصف لك شنو حدث في الدقيقه 56 هذه، دخلوا عندي قال لي لغه بسيطه لغه بسيطه يعني اخويا كريم. هذوك الناس راه عارفين المعنى ديال اش كاين تما، ولكن كيحاولوا يؤولوا لان باش يضربوا الاستقرار ديال الرئيس خاصه في الظرفيه الحساسه باش ان الجماهير تشور ما كاينش. لا حتى هما دابا كيشوفوا الرئيس مشتت يعني ما حيلته انتدابات مدرب مشارك. عرفتي الضحك اللي ضحكوا مني مشى البنزرتي، قالنا لكم البنزرتي وراه قالنا لكم مود البنزرتي وراه هذه وكنتي كدير معاه العقد ولا دير معاه هذا مؤخر الصدق بحال حنا غنتزوجوا الله يهديك والله يمشي الله يعاوننا يعاون ورا الوداد واقفه على مدرب. نعم السي، ولكن ما يساوش هذوك الناس. راه دابا الناس راه كيشوفوا غير بواحد من واحد فهمتي واحد الزاويه ضيقه بزاف. علاش؟ لان ما تنساش ان خويا كريم راه الوداد هي المستفيده من المجيء ديال البنزرتي، نقدروا نقولوا خويا بينا المره الثانيه، ولكن راه دينا معاه لقب ديال البطوله والعصمه ان شاء الله جايه في الطريق. يعني ما تيهمش خويا كريم الا خويا بينا تحمرك. لا كنهضر غير على هذا الموسم اخويا، غير على هذا الموسم وي ماشي مشكل. واخا معنا صلاح من كندا، كمل باش ناخذ صلاح. شو كريم الا هو خويا بينا راه حنا قضينا به الغرض فهمتيني، الله يعاونو دينا بطوله. العكس كون جرينا عليهم دينا والو راه كنكونوا حنا خاسرين، والاهميه ديال النادي راه اهم من هذاك الشيء كامل اخويا. رجع خويا ولا ما خواش قضينا الغرض، الله يعاونو اخويا كريم. هذا الشيء اللي كان الله يسهل عليه. سي صلاح من كندا اهلا وسهلا. سي صلاح راه ما كنسمعوكش. ديال هاد الليله هادي سي صلاح راه ما كنسمعوكش. بارك الله عليك دابا عندي ما يتسالك. وا سي صلاح راه ما سمعناكش اش قلتي كاع. الو وي دابا كنسمعوك. اهلا وسهلا سي صلاح من كندا، مرحبا. اهلا وسهلا سي كريم، اهلا وسهلا سي يونس سي محسن، اهلا وسهلا باي ودادي كاين اي ودادي حر. او تبارك الله عليك السي كريم، راك انت هو العريس ديال هذه الليله هذه. قلي لي وقلي لي معاهم دابا قليتي لي معاهم. لا شوف، اي حاجه كانت في الكلب ديال اي ودادي كاين على وجه الكره الارضيه وكان باغي يقولها انت قلتيها، فهمتي؟ تلخص لي كل شيء في هاد 5 دقائق ولا 10 دقائق اللي تكلمتي فيها، فهمتي؟ والخلاصة هي أن الوداد كبيرة على أي واحد كيما بغى يكون. وأنا ما عنديش خطوط حمراء، من أعلى مستوى كاين في البلاد لأدنى مستوى كاين في البلاد الوداد كبر منه. وبركة من هاد المهازل هادي والقوانين خاصة الدار السي كريم، كيف قلت لك أنا البارح، القانون السي كريم هنايا في كندا ولا في امريكان الصحافي راك عارف المهنه ديال الصحافي كيفاش دايره والمهنه ديال الاعلامي كيفاش عامله. راه ما يمكنش يجيب وثيقه ولا تقرير مزور ويلعب به، راه امبوسيبل هاد المسائل هادي قانونيه. علاش؟ لان هنا دول ديال القانون، يعني ما يمكنش تتعامل بوثيقه اللي هي مزوره ولا كيف ما بغات تكون وتلعب على الرأي العام. لا، ممنوع هذا الشيء. والقانون هنا القانون مثلا هنا السي كريم، القانون ما كيخليهاش مثلا جريمة عادية، يعني هي المقابل ديال جريمة بحال قلتي المقابل ديال جريمة الإرهاب هنا في كندا مثلا. يعني واحد يدلس المعلومات ولا يحاول يوصل واحد المعلومات اللي خاطئه، ولا مثلا يدير واحد الزعزعه ديال الاستقرار بواحد المعلومات مغلوطه ولا كذا، فهمتي؟ وهادشي اللي خدامين به هاد الجوج هادو. وتبارك الله انت قلتي لهم نواقصه وسليسله ولا ما عرفت شنو هو ذاك اللفظ عجبني انا صراحه. ناقص وسنيسله ناقص وسليسله والله. لا عندك شي نويطات هو يعني
كمل كمل غاد شراني يا ابو صالح حتى غير صبحوا التليفونات كيعيطوا لي عسير سير. لا كيف قلت لك فهمتي دابا هاد الجوج هادو هاد الجوج هادو اللي هما ما فاهمينش في مهنه الصحافه. يعني انت مثلا السي كريم كتقول ليه كتقول الصحفي اللي كيقول ربما راه ماشي صحفي، علاه هما اصلا صحفيين؟ هذا هو السؤال، علاه هما اصلا صحفيين؟ وعندي واحد السؤال كبير نيت ومصيبه، هذا السؤال هذا غادي نسول انا كارثه. انا في المملكه المغربيه ما عندناش جامعه ديال الاعلام، كارثه. عندنا معاهد، عندنا السونطرا السي كريم، حتى حتى الجامعه ما فيهاش سيكسيون يعني الصحافه الرياضيه ما كايناش ما كايناش ما كايناش. وملي كاين شي مثلا مثلا الشباب اللي مثلا عنده واحد الحس صحفي ولا حس اعلامي، اسيدي ما عندكش انت اصلا الجامعه الداخل، ودير بحال لا بيريود ديال الحسن الثاني الله يرحمه وصيفط الدراري برا يقراوا الاعلام. ماشي تجيب ليا واحد ما عرفتش انا الطبيب ديال السنان ولا ما عرفتش شنو يدير صحابي. لا هذاك داك راه خصو يتوقف، هذاك خصو يتوقف بالقانون. هذا الشيء اللي كنقول لك انا، راه حنا هذه راه يا ربي تسمح لنا، ولكن هذيك البلاد راه عايشه في واحد العشوائيه راه ما كتصورش. راه اليوم تم يعني بالنسبه لدوك السماصيره راه تم تجميد العمل ديالهم الى وقت لاحق. قعدوك اللي كيتسمصروا وقعدوك البيعه والشرايه ودوك الشناقه اللي في هذه الوقيته ديال الميركاتو الشتوي والميركاتو الصيفي كي تا هما كي بحال العيد الكبير تا هما كيجيبوا الحواله وكيبداو يبيعوا. هذه الوقيته كيبداو يجيبوا اللعابه اللي يساوي 150، راه اللعاب قدها البارح وكنعاود اللعاب المغربي الطوب ما واصلش 150 مليون، يطير تا يطير ما واصلش 150 يعني على اكثر على اقصى تقدير. ولكن شكون اللي كيغليه؟ هما دوك السماصير. دابا ما كيكونش غير واحد، كيكون عنده كل مدينة عنده فيها واحد. إذن مني كده أخصو كل واحد يدبر عليه كما كيقولوا. هذا اليوم تم إيقاف هذا تجميد هذا النشاط. هذا الجامعة هي خصها تحرك باش هذا البزنس تا هما إما يديروا لهم واحد الصيغة قانونية، يكون عارف القانون، يكون عنده باك بلس كات ولا ليسونس القانون باش يعرف شنو كي. دابا راه كاين الوسيط اللي ما كيعرفش تيقرا كونطرا ما يعرفش يقراه، وكيعطيه اللعاب حتى هو راه كنعرفوا المستوى ديالو، كيقول لي غسيني هنايا كيولي مسيني على شي حوايج اللي هو ما عارفهمش. ملي كيجي يقلب الكونطرا ولا كيتهرس ولا يوقع عليه شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه. اذا هاد الحوايج هادو راه خاص لاجون في الميريكان كيكون دارس القانون، كيكون محامي قبل ما يكون اجون. قلتها مرارا وتكرارا، ما يعني حتى هاد الناس هادو على الاقل يكون عندهم درايه بالقانون، يديروا لهم شي تكوين ولا يديروا لهم شي حاجه ويعطوهم دي ليسونس، يبداو معروفين 10 كاينين ولا هذا كافيين اللي 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 يخدموا في هذا المجال هذا وباش يرفعوا. ولا جون راه ماشي الهدف ديالو غير يبيع ويشري، لا راه خصو يتبع له الباركور ديال حتى اللاعب، خصو يتبعوه، راه خصو يبقى متبعوه، كيكون بحال كيجيري ليه لا في سبورتيف ديالو. اذا انت كتشوفهم في اوروبا وكتشوفهم سميتو راه كيتبعوا من كيكون جونيور هو غادي متبعوه حتى كيعتزل. اذا هذه الثقافه باقي ما وصلناش لها، ولكن على الاقل الى الجامعه قدرات تقنن هذه الحوايج، ويعني الدوله لان هي الوصيه اللي قدروا يقنوا هذه الحوايج هادو، كنظن ان غتعود النفع على علينا كاملين وعلى المستوى ديال الكره ديالنا والرياضه بصفه عامه. كمل السي صلاح اخويا كمل. والله اخويا انا متفق معك في النقطه اللي قلتي على لي ماناجر ديال لي جوار وكذا، انا متفق معك جمله وتفصيلا. عاصي بقى وليا كل لي متفق معك متفق معك وبقى تشري عليا وانا نبقى لا ما كنشريهاش لك. تشوف اللي بغى شي حاجه انا سيدي انا فلوشه، بس سيدي خليو الناصر يخليو الوداد خليو كلشي انا معاكم. يلا سيدي يلا سير سيدي كمل اخويا كمل، ما عنديش مشكل انا اكمل كمل، راه عندي الضغط على الهاتف، راه عندي ثلاثه الناس كيتسناو كمل. كاين غير واحد النقطه باش نوضحها للاخوان، هو انه في محكمه الطاس، المحكمه ديال الطاس، راه الترجي الرياضي التونسي راه رافع دعوه
كيقاضي فيها ماشي كيقاضي فيها الوداد، كيقاضي فيها الكاس، فهمتي؟ الكونفدرالية الإفريقية لأنها سحبات ليه الكاس من عنده وما عطي حتى شي بيانات ضد في الوداد في الملف ديالو اللي مرفوع عند الطاس، ما كاينش شي حاجة عنده، ما الوداد ماشي هو الخصم ديالو. اوكي، بالنسبة للوداد هي اللي هذوك المسائل اللي رافعاهم في محكمة الطاس هي فقط هي كتقول لك انه كتقول لك ان التقرير اللي خرج النهائي ديال الكار لانه اعادة المباراة لاسباب امنية هي وركات على هذيك اسباب امنية، لانه كاين فصل في الفيفا ملي انعدام الامن في واحد المكان ديال الفريق المضيف يعتبر الفريق المضيف منهزم، هذه واضحة، زائد الدفعات اخرى اللي عندها علاقة بعملية التدليس، زائد انه كاين واحد العملية ديال التواطع ديال الشركة ديال البار مع التوانستا، يعني كاين بزاف ديال الدفعات اللي دافعاهم الوداد، فهمتي؟ ولهذا ما هادوك الناس انا قلت عليهم شحال هذه، قلت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله يرحم لكم الوالدين، سيروا تقراوا، انا شفت الناس اللي مريحين دايرين طابلو وخاميه، سيروا تقراوا، سيروا تعلموا بعدا كاين القانون. لا لا، هما من ناحيه القرايه قارين، ولكن يعني انك ما تكونش قاري راه ماشي مشكل، تقول بعدا هذا الشيء اللي عرفوا الله ما كاينش مشكل، ولكن مني تكون قاري واعي وكتغلط كتغلط الراي العام وكتغلط الراي العام وكتغلط الجمهور وكدير الفتنه ما بين الجماهير الوداديه، هنا ما غاديش نسمحوا لك. راه بداو شحال هادي كيهضروا على هاد الحوايج هادو، ولكن ما نسمحوش انك الناس راه كيفهموا. كمل اخويا صالح. كريم خلاصة ديال هاد الشيء كامل ونصيحة ليهم، نصيحة لهاد الجوج هاد، سير أول حاجة سيروا تقراوا تعلموا القوانين ديال الرياضة، عاد تكلموا، زائد تعلموا قوانين ديال الإعلام، لأن اليوم القضية راها معاك، غدار الله عنه، فهمتي؟ نصيحة ليهم، لأن هاد الشيء اللي كيديروا فيه، هاد الشيء اللي كيديروا فيه هذا راه سميتو بحال اللي قلتي واحد جوج مريحين شدوا التقاعد مريحين دايرين ضام. ايوا الله يهديهم خلق. خويا صالح تبارك الله عليك، شكرا. وتبارك الله عليك، شكرا خويا صالح، ما عندي ما يتسال. تبارك الله عليك خويا صالح، كان معنا من كندا صلاح، كنظن معنا مصطفى من ايطاليا، كنظن مصطفى تقاطع عليه الخط. المهم الاخوان اللي بغاو سي محسن، هو اخويا كريم كنظن وقيلا سي صالح تنحييو بعدا، وتنظن اخويا كريم اول مرات النادره اللي كيرضى عليك صالح. وعرفتي راه من شنو راه وليت كنقول او هذا ياك ما من بعد غيقول لي ولكن، عرفتي صالح كيبدا بحال هكا يقول لك مزيان شويه في الاخر كيقول لك ولكن ساعة. الحمد لله صالح صديق ديالنا وخونا، كنضحكوا معاه دائما، كنضحكوا معاه. واخا نقراو بعض لي ميساج ديال الاخوان ديالنا. السي جواد بولام كيقول لك ولاد كبيره لا ما تم معاد حجي، هذاك راه سميتو معاد حجي. رابع كيقول لك احب من احب واكره ما ان يكره الوداد الرياضي فوق كل شيء. ناصر زاوي كيقول لك اخي كريم معاد حجي هو الذي لم يحتفظ على السر المهني وما احتفظ على والو، والناس مني كانت الحيحه كان مخبي الفوق، تادوك الاعضاء النسويه كانوا هابطين لتحت هو مخبي الفوق خاف من العسكر ولا ما فهمش، بان لي تما بالت لي غتنوض ولا شي شتو مريح تما مخبي كيتفرج. مهم دبر راسو يعطينا باتساع، ولكن هذاك هو اللي كيعطي الاخبار وهذوك فرحانين مساكن. مهم سي كريم على الوداد انا جايز لجميع الاحتمالات لجميع الاحتمالات من طبيعة الحال، يعني الوداد والدليل أن كاع ليكيب كلها هي موجودة هما كيترينيو كما قال سي سعيد الناصري، قال لك حنا غنحافظوا على جميع اون كا او إلى 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 تعاودت المقابلة راه ترشي اللي عنده مشكل. أما الوداد راه جميع اللي لعبوا راه كلهم كاينين الحمد لله، اذا حنا مستعدين، وهذه واحد برافو ملي كدير شي حاجه مزيانه كنقولوا برافو،
يعني التوابيت ديال الفريق كلها موجوده، كلهم كيتريني وكلهم داخلين كونسونطراسيون الحمد لله. يعني خاد واحد القس ديال الراحه، حنا كنا يعني هذا مطابط حال، ولكن الحمد لله راه راجعين، رجعوا كيتريني وكل شيء بخير. باقي الحال، باقي عندك الوقت. اذا عمر فهمي حتى هو ما قراوش هذا، المهم دبر راسو عمر كيسترزق الله، الله يسهل عليه. غا الانسان ما يعطيش قيمه الراسو اكثر من داكشي اللي انا هذا كيقول لك اثنان لا يتعلم الخجول والمتكبر. انسان ملي كيكون متكبر راه عرف بان اي حاجه ما كتبان لي ماشي هي هذيك. اذا ناخذ مكالمه ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سي كريم كي داير اخويا؟ لاباس. مرحبا اخويا، شكون معنا؟ معك حميد من البرطا. تحيه من البرطا. حميد كندا، اخبرتي علينا حميد، اخبرتي الناس سي حميد. والله الا متبعكم ديما، غير ما كنخليو الفرصه لاخوان اخرين باش يتكلموا. صافي، مرحبا مرحبا اخويا. يعني ولا ما بغيناش تعاود نفس الوجوه كلها. لا بالعكس، يعني حنا كنبغوا الناس نسمعهم باش نعرفوا الوداديين اللي كاينين في العالم، يعني كلهم باش نعرفوا بان الوداد راه عنده شعبيه عالميه. ولكن واخا ما كنبغوش نقولوها بزاف، ولكن الحق يقال. سير السي حميد. الو السي حميد. كنظن السي حميد عنده مشكل ديال الكونيكسيون. سي حميد اذا المهم عنده شي مشكل ديال الكونيكسيون. المهم مني هذا نكملوا بعد لي ميساج. بارك عليك الراحه. الو سي حميد معنا؟ هذا شي مشكل ديال الكونيكسيون. سي حميد مرحبا. لا لا ماشي كونيكسيون، غير واقيلا حطيت ودني على 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 السبيكر. الميت. اوكي اوكي سمعت. تبغي نقول لك هذه النقطه خويا من عندي، وصلت انا يعني بلا افتخار ولا حاجه، وصلنا المناطق اللي هي نائيه بحكم العمل ديالنا، وصلنا المناطق اللي هي نائيه، ولقينا مغاربه ولقينا وداديين. يعني اي نقطه تحط فيها رجلك لا بدا ما تلقى المغاربه وتلقى الوداديين، هذه يكون هاني منها وديها كامل. وا مطابط الحال الوداد راه في العالم باسمه، واخا ما كنبغوش كما قلت نقولوها والناس فرحانين بها كيقولوها، حنا راه يعني راه معروف الوداديين في العالم باسمه. لا لا الحمد لله من هذه الناحيه الحمد لله. بغينا نتكلموا شويه بعد على هذا المدرب هذا. كنظن انه من السابق الاوان اننا باش نحكموا عليه، يعني نعطيه فرصه نشوفوا يعني المقابلات. السي حميد هذا حتى واحد ما حكم عليه، حنايا حللنا له السي في ديالو، اما حتى واحد ما غيحكم عليه وحتى واحد ما عنده الحق يحكم عليه. بيان سير بيان سير. غير هي كيف ما كنقولوا، يعني انا كنظن الناس اللي اختاروه راه ما اختاروش عن عبث. يعني انتم عارفين هذه المهنه، يعني بنسبه كبيره كاين اللي كتنجح معاه في منطقه وما كتنجحش معاه في منطقه اخرى، يعني ماشي بالضروره الا نجحتي في واحد المنطقه تنجح في منطقه اخرى. هذه قليله يعني في بعض المدربين اللي كيقدروا يتماسوا مع اي فريق ومع اي سيستم، وكيقدر يحط السيستم ديالو الدراري. انا كنظن يعني قريت عليه شويه بان السيستم اللي كيلعب فيه ربما هو كيتحفظ بزاف من الناحيه الدفاعيه، ويعني كيلعب على الهجمات المضاده، وهذه مساله اللي هي بالنسبه لي انا، يعني بالنسبه لي. رشيد قال لك العكس، رشيد قال لك هو كيلعب هجومي بزاف. وقيلا كنقراو على مدربين مختلفين. انا قريت عليه قلبت عليه واحد شويه، وقال لك السيد كيلعب على كيتحفظ بزاف الدفاع، وكيلعب على الهجمات المضاده، وكيبغي الهجمات المضاده عن ثلاثه حتى لاربعه لي باس يكونوا وصل البوطو. وانا كنظن اذا كانت هذه الطريقه ديالو راه هذه الطريقه اللي باش تجيب الارقام. حنا كنتفكروا جاي واش هذه الطريقه ديال الوداد بالنسبه لك انت؟ لا 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 بطبيعة الحال لا، ولكن كاينه مقابلات اللي ما كتقدرش تجازف فيها السي كريم. حنا بالنسبه لنا طريقه الوداد حنا عارفينها، ديما كتلعب على كيكونوا عندك اجنحه متميزين، ويكون الله يجعل ما يكون عندك كما كنقولوا افا سونتر سطل كيخرج هو الهداف. والتاريخ كيسد داك الشيء، راه كاع لي زافا سونتر اللي لعبوا مع فخاسين
راه كاين اللي بيهم ع شويه شويه غجر راي غجر راي. المهم بلا ما نقولوا الاسماء بلا ما نقولوا الاسماء. المهم انا كنقول لك الا كان عندك ايلي مزيان ولا دوز ايلي مزيانين راه تجيب استغفر الله يعني يكون افا سونتر ستانك راه غادي يدي هداف. هذا معروف على الوداد عدد الاهداف كانت ديما كثيره. احنا السيستم ديالنا معروف ديما السيستم ديالنا كتطلع الكره من اللور وكتنطلع بها على الاجنحه وكتباصل للكاري دي زويت وكنماركيو البيوتا. ولكن راه ما كاينش شي حاجه ثابته سي كاري كلشي كيتغير سمعتيني اقول لك الراس اللي ما يدور كليا يعني خاص كلشي يتغير يعني على حساب المقابله وعلى حساب الخصم وعلى حساب وعلى حسب تا لو سيستم على حسب لي جوور اللي عندك عاوتاني وعلى حسب بزاف حنا غنشوفوا دابا نشوفوا المدرب يعني كيفاش غادي يشوف سيسير هو عارف الوداد لان ما يمكنش ما يكونش عارفه هو عارف الوداد يعني جا غادي يشوف دابا اشنا هو الطريقه باش غيلعب راه معاه اشامي ومعاه موسى نضاو وطوشاك اللي تا هو عارف الوداد. اذا هاد التوليفه ولا وهذا كله راه ما يمكنش ما يعطيوناش فارق مزيان واش عندهم لي زوتي بور ولا لا. حاجه واحده ما نبغيش الوداد يتخلى عليها وهي داك البريسينغ هو لكن ما كنقولوا البريسينغ يكون من 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 المهاجمين تما فين كنحاصروا عباد الله ما كيقدرش يخرج الكره من الكاري دي زويت ديالو ما كتخليش يلعب. الا بقى كيلعب بالبريسين هو ما غاديش يكون عنده مشكل. واخا نشوف بقى معايا السي حميد محسن بغى يجاوبك. محسن هو اخويا حميد السلام عليكم بعدا اخويا تحيه لك السي حميد. هو اخويا حميد اولا المساله الاولى المدرب صراحه انا شخصيا ما غنحكمش عليه لان ما تنعرفوش لان حتى اصلا هو مدرب اللي مغمور لان السي في ديالو الى شي يلا ولا كيدرب كان حياته كامله ماشي حياته كامله بدا في 2010 وبدا كمساعد يعني وحتى في الدوري الانغولي كان كمساعد يعني العام اللي فات في 2018 اللي ربما دا بطوله وكذلك مشى للدومي فينال وهذاك ما كيبقاش معيا لان تقدر هذاك الشيء دي بلا شونس ماشي بالضروره لان المدرب الكبير راه هو اللي كيكون عنده لي شيتر بزاف غير هو الطريقه. انا كما قلتي انت كيلعب على لي كونتر السي احمد. اذا كان كيلعب على لي كونتر راه صعيب دير هذاك البريسينغو علاش؟ لان كيكون الخطوط جد متباعده يعني كتكون كتسين ومنين الفرقه كامله كتدافع وكتسين باش تلعب على الكونتر يعني ما غيكونش هذاك البريسينغو. غير المساله اللي تنضم انا صراحه اللي ما بغيتش لان ربما هنالك الناس اللي كيهضروا كيقولوا الاختيار ربما شافوا فيه الناس شي حوايج اللي مزيانين وشي حاجه بحال هكا. المدرب صعيب انك تكهن بالنتائج اللي غيدير غير هو ملي كتجيب مدرب مزيان كتكون البورسونتاج ديال النجاح كبيره وملي كتجيب مدرب اللي مغمور كيكون البورسونتاج ديال الفشل كبير. بحال دابا مثلا ريني جيرار اللي مدرب اللي عادي لان ربما الاسم ديالو ارتبط بالبطوله الفرنسيه ولا الناس كيقول كنجيبوا مدربين كبار واخا انا ما كنعرفش هاد المدربين الكبار فين هما. انا بالنسبه لي المدرب الكبير اللي جا في السنوات الاخيره هو المنظرشي على كل غير هو بالنسبه لهذا المدرب فتنظن ربما الاخوان تيقول لك راه كاين هنالك طوشاك وكاينين المساعدين ولكن راه المدرب هو اللي كيفرض له السيستم ديالو هو اللي كيختار الطريقه باش غيلعب. راه المدرب راه ما غيسيش هذوك الناس هما يقولوا لي مثلا اشامي كيفاش غتلعب ولا مصنداو. نتمنى ان ربما الاختيار ديال الناصري يكون كان في المستوى لان صراحه هذا الاختيار راه مغامره كبيره صراحه اخويا. ونتمنوا خير. متفقين 100% اخويا كريم وخويا محسن. غير المساله اللي بغيت نزيد هو انه اي مدرب كيف ما كان نوعه الا كان عنده هامش ديال التطور يعني مدرب اللي كيقرا ومدرب اللي كيبحث بلي سيستيم وكيحاول يابليكيهم وكيحاول يابليكيهم بالهدف ديالهم كيف ما كنقولوا راه ما تبقاش معاه مشكل. ولكن اذا كان مدرب كيعتمد على طريقه وحده ما كيبدلهاش راه جوج ماتشات ثلاثه ماتشات 10 ماتشات غيعيقوا به وسالينا غتولي ستيريل. ايوا نتمناو خير نعطيو لهاد السيد تا هو راجع لفريق بطل فريق اللي ممكن يكون بطل ديال الشامبيون ليغ يعني ممكن راه ما مشاش لانغولا ولا مشى لفريق مغمور
يعني راه جاو يعني حتى الجمهور يعني باغي الالقاب وباغي ما غاديش يتنازل على هذا، راه خصو يبقى في لو ميم ريتم غادي. اذا نتمنوا هذا المدرب يعني يكون فعل بالنسبه الفريق الوداد. خويا حميد عطينا كلمه اخيره خويا باش ناخذوا الناس اخرين. المهم غير نزيدو نكملوا بجوج حوايج انا اللي ما كنتمناهم ما يبقوش باذن الله، سيرتو واحد الشخص هو الحساب كنتمنى انه ما يمشي حتى بلاصه. انا شي مازال شي اوناس ما عنديش مورا الحداد، راه اليوم راه اليوم جاوا دوك الصحاب بيراميد باش يتفاوضوا مع الناصري. شوف انا كيف ما قالوا الاخوان وكيف ما كنعرفوه دري يعني الوداد بالكرب ما عندوش مشكله. انا كنتمنى من الناصري انه يعني ينيغوسي معاه ويزيدو في الصالير ويزيد ليه واحد عامين ولا سنين اخرى يخلي الدري معانا، لان تبارك الله راه يعني كيحرك. صعيب مني صعيب الى عطاه واحد ثمن مغري واحد 4 ولا 5 المليار ان الناصيري 4 ولا 5 المليار ما كاين مشكل غنصبر، ولكن الا كانت غير مليار على لا 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 مليار ما كاينش شي ديال مليار سنين ولا 4 اللهم نخليو لا 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 وراه الناهيري دابا في دوك لي ستاتستيك راه وصل مليار ونص. لا ما يمكنش يعني الحداد غادي 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 يمشي بمليار، ما يمكنش. ونتمنوا غير هو واحد الخبر ديال احداد راه قريب جدا من الوداد، اذا غادي نهضروا على هاد اللعابه اللي قراب. ولكن ما كنبغوش نقولوا شي حاجه تنكونوا متاكدين منها، ولكن اللي قريبين غادي نقولوها. اذا خويا حميد تبارك الله عليك اخويا. يلا الله شكرا اخويا، كنت معنا من كندا تبارك الله عليك. اذا نقراو بعد الميساج باش ما يتقلقوش عندنا خو سيونس. وي خويا يونس السي كريم، إلا كان غير ممكن واحد التدخل بسيط بالنسبة لإضافة بسيط بالنسبة للمدرب. فأنا شفت ليه بعض اللقاءات فاش اون فوا تم الإعلان عليه، شفت ليه ثلاثة اللقاءات، كان واحد ضد زيسكو يونايتد، واحد ضد تي بي مازيمبي روتور. بقى معايا مصطفى، بقى معايا غير يسالي يونس خذ راحتك بوكاري، خذ راحتك بوكاري. سير سيونس سير. المدرب تكتيكيا يعني مدرب ممتاز، يعني نقدر نقول لك من جيد الى ممتاز، وحتى انه في وسط الماتش وهذه واحد القضيه اللي مزيانه كيقدر يبدل لو بلون دو جو، كيقدر يبدل لو سيستم دو جو، كيولي يدوز من 4 2 3 1 ل 3 4 3 بعض المرات 3 5 2 يعني في وسط الماتش، وهذه شيء جد ممتاز يعني عنده مرونه تكتيكيه. الخوف اللي عليه واللي كنتفق فيه بزاف مع الاخ محسن هو انه واش عنده الشخصيه اول حاجه باش يضبط الفيستير ديال الوداد، وثاني حاجه باش يصبر الضغط الجماهير ديال الوداد، وانه جا لواحد من اكبر فرق القاره. عدا ذلك فالمدرب مزيان، ويقدر تكون الولاده ديالو يعني انه ما كانش عنده فرصه قبل انه يكون في فريق عنده امكانيات بحال الوداد ويدير معنا انطلاقه، ولكن كيف ما كنقولوا قله التجربه ديالو، اننا عمرنا شفنا تحت الضغط، عمرنا شفنا مع فريق كبير وفيستير قوي بحال ديال الوداد، هذا هو اللي كيخلي التخوف كبير. والجمهور وهذا العام غادي يكون دونور، وكتعرف دونور من كيدور، وكتعرف كاين الالعاب العربيه، واذا ما كانش هذا المدرب كما قلنا عنده ان فور كاركتير واقف وشاد الصح، يقدر يدخل ويشوف دوك لي فيميجين ويشوف هذاك الدونور، ويقدر يمشي ويجي. راه الا ما كنتيش شويه يعني هذا راه ما تقدرش راه الجمهور كتمشي والتبوريشه كتشدك. وما حساك اللي انا كنت كنهضر مع بعض اللعابه قال لك والله ما كنسمعوا ملي كنكونوا لاعبين، يعني بكثره الغوات ما كتبقاش تسمع، يعني اللي حداك ما تبقاش تسمع حتى الجمهور، كتسمع غير بحال شي عجاجه ولا شي حاجه. اذا راه كتعرف مازال ملي كيكون لاعب اللعاب شي ملي كيكون لاعب لعاب ملي كيبدا لو جو صافي كينسى، ولكن المدرب اللي هو جالس وكيشوف هذاك الشيء راه يقدر يبقى ساهل لك مع شي تيفو، ويبقى ساهل لك هذاك الشيء ما عمره كره شافه في حياته، وهذا الشيء هذا هو الخوف ديالنا. ولكن نتمنوا خير، غير كنضحكوا حنا نتمنوا ليه الخير، وان شاء الله غادي يكون خير. سي مصطفى من فيرنس، اهلا وسهلا، ايطاليا معنا. اخويا كريم كي بخير هانيه، الله يبارك فيك. راه ولا عندك الجمهور، راه الناس دابا كيصيفطوا ميساج وكيقول لك ودخلنا مصطفى ايطاليا، راه الناس راه ولا عندك الجمهور. الله يحفظك ليا خويا كريم، والله يعزبك اخويا، بارك الله فيك، ويعزب الاخوان اللي كاملين، بارك الله فيك اخويا مصطفى. الله يحفظك. واخويا اش كاين شي جديد ولا والو اخويا؟
والجديد من عندك واحنا راه من قبيله وحنا كنهضروا على الجديد. والجديد اخويا قالوا لي تتفاوضوا مع اني سالطو واقيلا حتى هو. لا اني سالطو ما كاينش، كاين واحد الافريقي. لا كاين 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 المفاوضات ما ايوا قول لينا انت دابا راه انت وليتي كتعاود لينا وقول لينا خويا حتى حنا نصمتوا لك اخويا انا كنقلب وانت وانت قلت لي واش كاين شي هذا انا قلت لك الراي ديالي وقول لي انت يلا عطينا انا باغا نعرفوا منك ونقول لك لا مزيان انا شوف كاين افريقي كاين الناس الناس كيهضروا على كركاش كركاش قلناها ميراج سينا 3 سنين لا كركاش سينا 4 سنين لا غير 3 سنين غير 3 سنين الناس زادوا عام ماشي مشكل بحال 3 سنين بحال 4 سنين الله يرزق الصحه والسلامه كاين لاعب كاين لاعب افريقي اخويا كريم واخا كاين لاعب افريقي افا سونتر هذا ما بغاوش يعلنوا على الاسم ديالو هذا ما بغاوش يعلنوا على الاسم ديالو ولكن كاين لاعب افا سونتر افريقي ما بغاوش يعلنوا على الاسم ديالو واللي قال لك شي اسم راه كذب عليك هادو اللي كاينين وكاين وكاين هذا ديال لا اريير غوش اللي اللي اللي, اللي هذا 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 اللي كان في الطاليان باستوري قال لك عجبهم اذا غالبا غيعجبو داك الكرو ما بقاوش ما غادي سعد الكرو ما غاديش ما غاديش هذا لان لو ميم بوست اذا ما عندهم ما يديروا به وكاين مفاوضات مع 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 لاعب اخر افريقي وغادي نشوفوا هاد الايام اشنو غادي ولكن افا سونتر افريقي كاين من اسم كبير هادشي اللي السيد قال لينا هو المهم نشوف حنا الوداد دابا باغا مراكز الاختصاص فقط انا الا كنت غنصير دابا الحداد هذاك النادي ديال المشرير الله عاطين 3 مليار ديال اللون يعني الحداد راه ماشي القيمه ديالو راه قلت لك البارح اول كاين جوج افريقيه من اخير الجناحات في افريقيا هو البليني والحداد البليني دابا الصومه ديالو راه وصلت ل 15.8 لا 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 الناس كيف تسوق اللعابه ديالها حنا اللي كنطلبوا من اسماعيل الحداد هادشي اللي كنطلبوا منه في الصالح ديالو في صالح النادي وان شاء الله دابا اليوم بيراميدز راه جاو الناس مسؤولين على بيراميدز شوفوا اشنو معاهم جوج مليار ديال الاورو حتى لا غاجت المليار شمن ديال الاورو واش تاوبال ولا طياره وانت راه غاجت المليار ديال ديالنا حنايا جوج مليار ديال جوج مليار ديال جوج مليار ديال الاورو راه ولينا كنقولوا نيمار هذا والله هذاك السي اسمح لي لا اسمح لي اغلط انا قلت لك اللي بغيت نوصل لك هو اسماعيل تموت اسماعيل خاصو حتى هو يطريد شويه لان الثومه ديالو حتى هو راه ماشي دابا شوف اسماعيل دابا وصل واحد بلاصه المكانه ديالو اسي مصطفى عنده مكانه حتى بالمنتخب الوطني متفقين شوف اسماعيل وصل واحد بلاصه ان حتى هو باغي شويه واش كيشوف لعاب ما لعب حتى ما ماركا ما يعني لعب شويه ومشى بمليار ونص وهذا وتا هو كيقول لك وتا انا راه خاصني راه اللعاب مغربي راه من راسك وجبد دابا انت هذه الخدمه اللي كتخدم الا جا غدا انا قلت لك غير دابا هو باقى لي سنه ما فيها باش يمدد العقد ديالو وغيمشي بكثر ما يقدرش لان عنده كونترا باقي فيها عام في غياخذها ويكتب التفارق الوداد البيضاوي ماديا دابا انت كتفكر بهكا ولكن الناس راه كيفكروا بالكونترا ورقاو ستيلو دابا الحداد باقي ليه عام الا مشى الا ما بعتيش دابا ما غتستافدش منه لان الا مشى لو وصل ديسمبر كيولي هو ينيغوسي بوحدو ما يحتاجش غيمشي طوين حالك لكن هو يفيد فريق الوداد البيضاوي يعني فريق الوداد البيضاوي يفيد الفريق باش يزيد شوف هاد اللحظه هادي باش غيفيدو يتباع غادي يمشي حتى هو هذا ودخل واحد ثلاثة مليار الخزينة غادي يجيبوا بها واحد جوج ثلاثة لعابة مزيانين تا هما غادي يكونوا فريش وجايين تا هما باغي الألقاب وهي غادا أما مترج أما هذا ونجم ولا الحداد إلا خليتيهم توصل ديسمبر كنظن أن غادي يمشيو لك فابور ما غتستافدش منهم من غير الا بغيتي تخليهم هذيك حاجه اخرى عاوتاني ما عرفت المهم هادشي اللي كاين دابا ولكن شوفوا شنو بالنسبه للمدرب مدرب دابا اللي عطى الله عطاه خاصنا نثقوا فيه ونعاونوه وجعل الله خير لان المدرب حتى هو كاينين بعض المدربين اللي جاوا فريق الوداد البيضاوي ماشي مغمورين بحال ولكن شويه وعطاو البصمه ديالهم
يا ايوا ان شاء الله يعطي البصمه خويا بحال بحال يوري حتى هو راه كان ديال الوداد البيضاء ما كانش معروف يوري. ولكن الفرق ما بين العهد اللي كان فيه يوري ان اللعابه ما كانوش عندهم دي كونطرا اللعاب كيلعب حياته كلها كيلعبها في الوداد هذا دابا فرق انك كتجيب انت لعاب ومن بعد عام يقدر يمشي ولا يقدر دابا اللي بغيت ها هما دابا المساعدين لا اشامي لا موسانداو يعطيو اللعابه اللي ما كانوش يلعبوا وكذا ويوريو باش يعرف حتى هو يساجم مع الفريق بحال كان مع جا ماشي يبداو فهمتيني شي حوايج اللي يوريهم لي برانو لي باش هو يعرف انا فهمتك ولكن واش هو غيفهمك ولا لا انا راه فاهمك اخو مصطفى انا وجهه نظر ديالنا خويا زوينه باش طالع فريق الوداد البيضاوي لان علاش لا وريو اللاعبين اللي ما لعبوش وكذا غيعرف هو لا غيعرف غيعرف صح منهم جوج ثلاثه اربعه يخليهم وشي اخر يقدر يخلط بريطي يفيد راسه هو باش يرجع بواحد العقليه زوينه ويكون واجد فريق لا لا زوين زوين غادي يكون زوين ان شاء الله العقليه غتكون مزيانه ان شاء الله بالنسبه للصحافه خويا انا دابا هذيك النهار تونس خسرت مع المغرب بل حنا دابا الجميع المغرب كلهم الصحافه انا كنشوف هذاك المغودي وهذاك اسامه لا بلا ما تذكروا اسماء بلا ما تذكروا اسماء لا نذكرهم علاش ما نذكرهمش انا غادي انا غادي انا اللي غادي يعيطوا لي يقولوا لي راه انت كتشوش علينا لا ما كنتشوش انا اللي كنهضر انا يا خويا ولكن راه كتهضر البرنامج ديالنا ما كاين حتى باش بغيتي تذكر الاسماء بلاش 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 لا هما ما بقاش يشوفوا راه كيدوا على الراي المغربي واش خاصهم يكونوا معنا ولا يكونوا ضدنا والحمد لله بعدا المغودي راه قال لنا غادي يمشي فاكونس باش نتهناو بعدا الحمد لله غادي نتهناو شويه ان شاء الله لا ماشي كي هما من جهه الناصر ولكن لا 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 ما كيحملوش هما ما عندهم مشكل مع الناصيري هادي واش حنا ما على بالناش ماشي الغارم التقليدي ما بقاوش مقابليننا حنا مشيو قابلوا رياضمو ودي الله يهدي مخلق وصافي الله يهديهم وصافي وتنشكروك اخويا شكرا اخويا مصطفى تبارك الله عليك وسلمنا على سلمنا على الناس ديال الطاليان وتبارك الله عليك اخويا وتشاو واخويا نسلموا لك كاملين تما تبارك الله تشاو 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 على الاخوان اللي معاك وسمعوا لنا على الصوت لا لا مرحبا اخويا الله يا ودي مرحبا اخويا اذا الصديق ديالنا مصطفى اللي عنده عين ثاقبه وبصراحه كي النقط ديالو دائما واضحين كيقول لك هو المدرب خليه يخدم هذا ومراكز الخصاص هو دائما كيقول مراكز الخصاص مصطفى اذا عارف اشنو خاص واخا نقراو بعض الميساج سي كريم على الوداد تزيد الجميع الاعتماد قرينا هذا عمر لا ما لا خلينا من هذا سميتو الله يسهل عليه الله ييسر ليه الكذوب لا الكذوب اللي لا وما تهجش فرقه يعني ما تكف يعني ما ديرش تكافو ملي كتكون فريق مزيان نقولوا راه مزيان ملي يكون خير ما ندخلوش شعبان مع رمضان محمد شافعي كيقول لك تدليس ثابت والبلد المنظم هو من يتحمل المسؤوليه متفقين محمد اياش كيقول لك واك مرحبا محمد شافعي يقول لك جاوب السفيه هو سكوت ربيع واش هناك دخلت هذه يا سي ربيع عيط لنا اخويا عيط اخويا راه كنا راه كانوا بزاف راه كانوا عندي ثلاثه المكالمات دقه واحده داكشي علاش واقيلا مني عيطتي مرحبا اخويا ربيع الله يودي ما كاينش مشكل السلام اخي كاري هذاك هو الولد اللي تلاقيت لاعب موهوب احسن لاعب في الدوري رمضان بسوس شكون هو هذا السي حسن وضح اخويا راه ما عرفش علاش كتهضر مازال مجرد فهذا يحتاج لعنايه ويعشق الوداد الاخ ديالنا اللي كان هضر معايا من طنجه وكاين واحد الاخ اللي قال لك لعاب وهذه وهذا من هذا راه عندي الهاتف ديال المراد فلاح اتصل بيا ورانا نشوفوا لي ما لا الا كان يدير تيست وخصنا نعرفوا لاج ديالو انا هضرت مع بعض الاخوان اهم حاجه هو لاج والوقيته ديال التيست دابا راه دازت باش نكونوا واضحين
إذن إذا كان هذا المهم غير كان مستوى راه 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 خصو يدوز تيست. صافي أخويا صالح صالح كيقول لك صافي أخويا عادي دوز النقاط خلينا في الموضوع واخا وخاصي عادي لهو. مرحبا محمد ايش كلنا ديما عادل عادل العماري مرحبا الناصري دق دق وسكت محمد شاهي انتدابات انتدابات هضرنا عليهم هضرنا على هاد السويسري غاني اللي قال لك تا هو باقي كيدير تيست كاين لاعب افريقي هضرنا عليه افا سونتر هو اللي قريب ولكن كما قال الناصري ما غاديش نقدروا يقولوه دابا باش مي باش باش التركيز ديال اللعابه لان ما بقى والو دابا بقى واحد 10 ايام وصبروا معنا شي شويه بقى واحد 10 ايام غادي نشوفوا القرار ديال الطاس وديك الساعه غادي يكون غادي يكون خير. اذا اكرم اول محاربين للوداد معاد حلمي محمد شاهي كيقول لك ماشي تكلم شي صافي يخرج الناصري يجاوبه والناصري شحال هادي مابقاش كيجاوب السفهاء لانه ولاو بزاف شي ملي كان غير واحد جوج غيجاوبوا ولكن ملي ولاو بزاف راه مصيبه صافي راه مصيبه هادشي راه مصيبه والله الا مصيبه تفو منكم ومن الرياضه غير ما بينكم وبين الرياضه غير الاحسان. هذا محمد ريان وتبارك الله لك السر ريان مستوى عندك يعني راقي قول لنا انت اللي عندك مع الرياضه ودرتي الرياضه وحنا راه اقل منا راه دار الرياضه 30 عام اذا احترم راسك واحترم معاك هذا وقيلا غلطتي وقيلا راك كنتي مع المنبر الاخر وحنا راه الناس راه غير المستوى راه السيونس راه طبيب اللي كيهضر معاك اذا والسي محسن راه كادر كبير في بلا ما نقولوا البلاصه ولكن انسان خصو غير يحترم الناس راه ماشي شموره راكو كنا شموراك وراه كنديروا البرنامج مع 7 العشيه ما عندنا ما يدار راه كل واحد مقابل خدمته وهادشي راه حنا كنديروا حبا في الوداد احترم الناس واحترم الناس اللي يكونوا معنا اخويا ومرحبا بك. انس الكاري كيقول لك هما شنو ضربوا سيدي حنا تعرضنا للظلم وما ساكتين عليه وشنو داك وهادشي اللي عطى الله اخويا ما عندك ما دير. محمد كلنا مع عادل مرحبا اخ كريم الهاتف مشغول اخويا ربيع راه كان مشغول ولكن دابا عيط مرحبا. مصطفى عايش كيقولك الله يخليكم هضروا لينا على لي ريكروتمون اي لو دوسي ديال واك هضرنا على الدوسي ديال الطاس هضرنا على الترجي هضرنا مع السيونس تاو عطانا معطيات قانونيه اذا بيرسون نو بو ترونشي هضرنا على هاد الحوايج اخويا اللي غيترونشي هو الطاس هذا هو المهم غير باش هادوك الناس اللي كيهضروا على تقرير ما عرفتوش تقراوه راه تقرير راه ما اللي غيقراه واللي عنده احنا فهمناه ولكن اللي غادي يقرر فيه هو الطاس كيحكموا بالحجوج اللي عندك صافي هادشي اللي كاين ما عندنا غرض شوف حنا موجودين اللي بغاه وحنا معاهم ما عندناش مشكل هادشي كلشي رباح. سيمو ماركو تحيه ديما وداد وادع المرضي صلى الله عليه وسلم بروك عريسنا كريم اخويا اش من عريسنا اخويا انت ماكش باغي تقني ليا اخويا مع المدام مالك مجوجين الحمد لله. حسن السكري وقيلا ما مو تير تقرا الكومونتير قريت اخويا كنقرا اخويا على حسب راه عندي 1500 كومونتير راه صعيب باش نقرا كل شيء ونكملوا الحوار مع الاخوان ديالنا راه ما ساهلش خلاصه بلا كراسه هذاك بصالح خادم وداد تحية لكم شكرا لأخونا صور إذن هذه بعض أخويا واش الكعبي جا وبن جلون ما كاين لا كعبي لا والو الهضره خاوي الهضره ديال الجورنال كاين لا كعبي لا والو هضرنا على القضية البارح الكعبي راه تباع بستاد المليار واش هادوك الشينوا ما عندهم ما يديروا غادي يصيفطوا الكعبي ما كاينش كعبي القيمه ديالو كبيره سفر سفر اخويا كريم الله يوفق اللي ورثتك البرنامج بلوكي احنا ما كان بلوكي واحد ديال بني ملال شوفوا مكالمه معنا
الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا. الو ما كنسمعوكش اخويا. مرحبا. اذا انقطع الخط. نكملوا الميساجات. خويا كريم برنامج امتياز. الله الله يعاونك. هذا ايوب عفيفي. مرحبا. شكرا لكم جميعا. هل صحيح ان تعربت قريب؟ قريب من ماذا؟ وتعربت راه هو في بنفيكا كيلعب. قريب من ماذا؟ ما فهمتش. والسيد راه كيلعب ورا هاد العام كان متميز وكان مزيان ونتمنوا ليه. لاعب عنده واحد لو طالون اللي بصراحه يعني لاعبين اللي ضاع فيهم المغرب صراحه انا رايي ديالي. ولكن هذا هو الفرق ما بين لاعب ولاعب اللي يقدر يكون غير متوسط ولكن الا كان مجتهد وكان حاط راسه للارض كيقدر يوصل. ولكن الا كان شويه هذا وما عرفش ديك لا كارير ديالو يجريها كيضيع فينا وبراده. يلا شكون يقول لي فينا وبراده؟ هذا هو المشكل. ما عرفتيش تجري لا كارير ديالك فهاد يعني في هذا الميدان هذا ديال الرياضه لان لا كارير يعني قصيره بزاف. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بخير بسريك. الله يبارك بارك الله فيك. شكون معنا؟ هي سعيده. الله يبارك فيك. محمد من بوسطن. محمد من بوسطن. اهلا وسهلا ريد ساكس. مرحبا. الله يحفظك. مرحبا. يلا دخلت اللايف يلاه كان يلاه ما عرفتش مواضيع علاش داوين ولكن عندي واحد السؤال على بخصوص سفيان كركاش واش وقع الوداد ولا دو واحد الاستفسار هذا حيت الصباح لاحظت راديو ماتش على باج الميديا ديالو. لا سينا البارح كان اجتماع مع باه والبارح راه هادي يومين دابا هو اجتماع سينا اليوم سينا ثلاث سنين مع الوداد. وما كانش في ثلاث سنين ولكن ما كاينش واحد الخبر اوفيسيال لا من عند الوداد لا من عند ما باغيين يقدموه. هو علنوا عليه ولكن باغيين يقدموه غالبا غدا يقدموه يعني. هو سي سيغ لا سينا 3 سينا. لا أيوة. خويا كريم صفر صفر ان شاء الله. لا برسمه الصفقه ديال سميتو الكرو مع الاصباحي داك الصفقه التبادليه اللي كانت تتوقع معها. لا هو ملي هضرنا مع بعض الاخوان قال لك الاصباحي راه كنعرفوه عزيز على توشاك. كتعرفو وهذاك الطالياني باستوري قال لك عجب الطاقم التقني خصو غير دابا لونترينور هو اللي بروفيه. ولكن قال لك ممكن هذاك البوست اللي غادي لان تا الكرو طلب سعد الكرو طالبين بزاف فيه ونقدروا يقدر هذا الطالياني يدير لافير كما كيقولوا. وكاين لاعبين اخرين اللي يقدروا يلعبوا في هذاك البوست لان ماشي بوست اللي طونكو عندك واحد دوميتي اللي هو هذا الطالياني هذا مزيان. اهم حاجه هو كاين عندك ناس اخرين اللي يقدروا يلعبوا. كاين ناهيري كاين عملود راه شفناه في الفان سيزون حتى هو لعب. اذا ما عندكش مشكل في هاد البوست هذا. معقوله غير هذا اسماعيل حداد اللي كاين دي نيغوسياسيون دابا بيراميد الزمالك وبيراميد. لا ماشي الزمالك بيراميد جاو البارح حناها اليوم جاو المسؤولين ديال بيراميد غادي يشوفوا واش كاين شي صيغه باش غيتفقوا مع الناصيري. وديك الساعه الا كان شي كونطرا ولا كان شي هذا راه غادي حتى هو المنظور ديالي انا الا كان قرار ديال الطاس مثلا صالح الوداد غادي كان صالح الوداد حداد غادي يمشي. اذا كان غادي تعاود الماتش حداد راه غادي يبقى. كان مشى لينا مثلا الكاس ادخل الطاس غادي يتبع واحد 75% ما غاديش يبقى في الوداد. لا هو لا ناجم. هذا هو الاحساس ديالي. لا هما باينين هادو راه باينين دابا غادي يمشيو لان كان وعود ذاك العام من عند الناصيري ان يعني يمشيو. راه كتعرف دابا هادو باقي عندهم عام في الكونترا. الا ما استفدتيش حتى الوداد استفدت منهم دابا راه ما راه غيمشيو فابور. فهمتي ما يمكنش يمشيو فابور. اللهم يبيعهم. فهمتي يبيعهم غدخل فيهم بجوج واحد 4 ولا 5 المليار راه ما يمكنش. راه خصك تبيعهم
ولاج ديالو مع عاوتاني لاج ديالو حتى هو كيلعب هذيك الكبيره راه الحداد راه 23 عام دابا ايوا اذا خاص هاد الحوايج حتى الناس يفهموا الحداد راه ماشي غادي وكيصغر غادي وكيكبر لا غادي كيكبر معقول ولا قدرتي انك تجيب واحد عاوتاني ناس اخرين اللي باقي حتى هما هونغري كما كيقولوا وجيعانين وباغين حتى هما الالقاب غادي تقدر تستافد منهم عاوتاني ان شاء الله وحنا نتمنوا خير اخويا نتمنوا خير هو ونقاش زاد معه مع مئة أخويا عام عام زاد ذاك العام عام 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 السعيد شو زاد نصير كل شيء جبران جبران شحال بقي لي شيء عام شو تقريبا لا جبران عامين يا كسي مرسي عامين 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 جبران عامين يوم زين زين مهم بقى له عام ونصف نتمنى خير ونتمنى الأصباح يرجع النيفو ديالو حاجة كثير فلان طالوا عندك الدري بزاف غير ما عرفش مالو أنا العامين كاع وشوف دابا دابا الانسان خصو شوف راه كتعرف المغرب خصو غير يديها في الكوره وما يبقاش يديها في لي ريزو سوسيو وهو كيتصور ها هو الانستغرام ها هو انت راك لاعب اولونزو تقدر تلعب في ريال مدريد تقدر تلعب هنا فهمتي الانسان ما كيبقاش قادا سميتو وتا الاصدقاء اللي كيكون لونفيرونمون اللي كيكون فيه شوف كيقول لك لي زونترينور اهم حاجه بالنسبه للسبورتيف هو هذاك الوقت الثالث لو تروازيام طون ديالو فين كيقضيه ها هو دابا كيبان لك في لونطريمون وكيبان ولكن واش كيسهر بالليل واش كاع النهار هو كيشاطي مع عباد الله واش هذا اذا هذاك الوقت الثالث هو اللي خصك تعرف تجيريه في لاكارير ديالك الا قدرتي تجيريه في لاكارير سبورتيف كتمشي بعيد واخا تكون غير موين راه شفنا لعابه اللي هما موين ولكن وصلوا لمستوى كبير انت علاش لانه كان سيريو في لونطريمون كياكل مزيان كينعس مزيان كينعس في الوقت كيفيق في الوقت يعني ما كياكلش شاورما ولا هادشي ديال سميتو ايوا سميتو راه ليجين دو فيتا هي مهمه ها هو كتشوف النقاش عنده 36 و27 شوف كيفاش تبارك الله يعني بحال واحد عنده 24 عام واحد عنده غير 25 26 عام ولكن ما كيقدرش يعطي نتمنى اهم حاجه بالنسبه للوداد هو كل شيء لي بيليي والفريق كامل موجود كما قال سي اصبح يخسر الباب ديالو التمر كي فوكسي غير على لونطريمون على الخدمه لا بغى يرجع سي نور ما غاديش يطول في الوداد ما غيطول حتى حاجه لا تحسب الزاكي دابا لا مشى لا مشى الجديده الزاكي راه كنعرفوا الصرامه ديالو فهمتي يعني ايوا الزاكي راه ما عندوش كونديسيون فيزيك وما كنتيش واعي راه ما تلعبش اذا ونشوفوا ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله نتمنى واحد ان شاء الله اوفر القضيه ديالنا اللي كلشي كيعرفها بالنسبه للوداد والترجي ان شاء الله يكون خير خاطر خوف كبير عندي انا بينو لا ما تخافش تخاف ان شاء الله يكون خير بقى واحد صبروا معنا بقى واحد 10 ايام ان شاء الله وغادي نحتفلوا جميعا باذن الله انا كنوعدكم ان شاء الله نحتفلوا جميعا وكما درت اربعه السوايع ديال اللايف في ساعتين سته السوايع ديال اللايف مني 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 الوداد تاهلات غادي نعاودوا ان شاء الله نديروا لايف ان شاء الله مطول وغنفرحوا جميعا مع الاخوان ديالنا شكرا لك اخويا باذن الله شكرا تبارك الله عليك محمد كان معنا من بوسطن شكرا اخويا تبارك الله عليك شكرا اخويا تبارك الله عليك نشوفوا مكالمه اخرى الو السلام عليكم السلام عليكم مرحبا تحياتي اخويا كريم تحيه اخويا محسن هو معك اخويا عمر الشكور مرحبا السي رضا معنا تا يونس مرحبا بك اخويا رضا مرحبا الله يعافيك اخويا الله يطول عمرك كيداير هانيه بعدا مرحبا الله يبارك بارك الله فيك وديما وديما راك مشاغب راك داير الرواج راه كنت كلشي شويه صافي راه دابا كاين الملل اخويا كريم الدراري ديال الصحه اللي معانا كيسمعوا داكشي انا راه ما كتعرفش انا ما كتعرفش ما والو حتى انا راني بحالي بحالو كنطلب مثلا تحت لي فيديو ديالك وداكشي في يوتيوب ما يخسر بنادم والو يدخل يدير جيم جيم اللي دات خسر سيني راه ما يصوروا منه حتى شي حاجه ايوا داكشي علاش كنقول لكم حنايا ديروا جيم وفعلوا الجرس راه باش نتغلبوا ماشي عليا حنا انا راه يكونوا 10 الناس نهضر معاهم راه ما عندي غرض ولكن حنا غير باش ما يسينيالوش لينا اللايف
وراه كتعرف دابا دابا ملي كدير اللايف وكتحطو تخليه في فيسبوك واحد كينوض الصباح ما تبعك ما عارفك علاش كتهضر كيشوف البرنامج ديال وي هاد واقيلا كيهضروا على علينا راه نسيني عليهم كيدوزوها في لي جروب كيوليو خالقين لنا مشكل في لاباج راه ديجا لاباج الاولى مشات لينا واحد المسألة اخويا كريم انت تي ريسبكت لي كونديسيون جينيرال ديال 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 فيسبوك ديال شوف عمري ما شفتنا شي حاجه اصلا انا والله ورانا انا باج مشات ليا فيها 50000 مشات ليا مشات ليا راه باج تقريبا فيها 50000 اخي كما سولت عبد الله عندك اكسبيريونس مي بمو غير واش هذا مثلا واش تقدر سبونسوريزي لا باج ديالك اه كتسبونسوريزي اون بيان سي سبونسوريزي سبونسوريزي راه ما غيبقاش غير موراق والو باسكو غتكوني نتايا اه لا والله انا حيدو عليا راه باقا عندي هذيك الاخرى راه باقا عندي و سبونسوريزي لا دابا هو ملي كتوصل واحد العدد كدير ديك العلامه الزرقاء ما هذيك هذا اخر هذيك اللي كنهضر عليها لا هذيك العلامه الزرقاء ولكن ملي كتوصل واحد 60000 70000 عاد هذا فهمتي وراه كاين اخويا كريم بالنسبه للدراري كيسمعوا اخويا راه جبنا حنا اللي بغاو يعاونونا الناس حنا كنقولوها لهم دائما كنقولوا للناس يعاونونا باش يكون اليوتيوب باش يكون لاباج فيسبوك حاولوا انكم تبارطاجيو مع الاخوان حاولوا تفعلوا الجرس وان شاء الله ما يكون غير الخير متنفس ديال الوداد انا راه كنقول خلاص هي هنايا بحال شي راديو راديو ودادي هو هذا هو الفكره ديالنا حنا اللي درنا مع السي محسن راديو هذا السي يونس والسي رشيد راه هذا هو الى زاد راه خسر واحد الانسان راه شحال محضر راه كاين شي حوايج اخويا كريم الانسان راه يقدر ما يقراهمش دابا ولكن يقراهم من بعد راه اذا كان راديو ناجح وداد 100% راه يقدر حتى ليكيب ديال الوداد تقدر تشي تشي سبونسور انا ندخل معنا الوداد راه ما غنبداو نقدروا نقولوا والو غادي نبداو نقدروا الموسيقى ونغنيو ونشطحوا وخلينا اخو حنا ديال راسنا وبريفي نقولوا اللي كان موتسيماني معايا موتسيماني محسن يقول اللي بغى يقول موتسيماني محسن يقول اللي بغى معنا رشيد تا هو كيقول اللي بغى يونس كيقول اللي بغى نهار تولي سبونسوريزي غيولي يقول لك وهذا تقول هذا تهضر فيه ولا تهضر فيه لا لا خلينا حنا يا بريفي ماشي مشكل مرحبا انا بعدا مهم يكون الكراديو ودادي ليبر لا لا ليبر الحمد لله الحمد لله ليبر ان شاء الله تبارك الله وقول لي يا خويا اش عندك قول لي قول لي الاخبار قول لي على حساب داك الشيء اللي وقع في الكاف اليوم على حساب داك طريق بوش مهوي وداك البريزيس بريزيدون داك بوكادوما داك النيجيري هادوك راه من اخطر الفرطانات اللي كانوا في الكفر علاش ما ضربوا هذا ضربوا هذا راه مشاو لهم ديريكت راه داك الشيء راه ماشي راه داك الشيء انترناسيونال هي فابيدير الفانتينو مشى قطع الكونسيغ من شادين عليهم شادين عليهم دواسه بحال هادو شي بحال هادو راه ماشي كيجيو كيحيدهم غير هكا كيكونوا شادين عليهم شي حوايج كينيغوسيو معاهم كيقول لي شوف ها كاين وكاين من الاحسن انك ديميسيوني وهذا وتبقى بالعز ديالك كما كيقول نو ماشي ديميسيوني وهذا جراو عليهم على ديك النيجيري راه بين هذاك غيتابع راه غيتابعهم راه غيتابعوا هذاك الا كان شي حاجه راه غيتابعوا شوف شوف النيجيري بين السؤالية ديالو فين ماشي في الماتش ديال الوداد فاش كان كيهضر معنا في لا بالنسبه ديالو فاش نسحب من الاجتماع ديال الكاف يعني بحال هذيك اللعبه ديال ما عجبوش الحال باسكو هذاك صاحبه واقيله ونزيد حاجه اخرى خويا كريم انت تقدر تشرحها ليا ومحسن حتى هو راه يقدر يكون يعطيني شي فكره عليها الا ممكن انا عندي واحد وجهه نظر غنقولها لك اخويا كريم سي محسن حتى هو راه حتى شي فكره يناقشها معنا وغنقطع جوكر هو انا كو اكبر كانوا اكبر جوج منافسين فوزي القشاع لا بريزيدونس ديال لاكاف فيتشيرمون يعني مستقبليا اللي انا كان هو داك النيجيري هو طريق البوشماوي انا على ما كنظن ان الكاف او لا انفانشينو باللي بحال كي كيقادو الطريق لفوز القلع انه يكون بريزيدون ديال لاكاف مستقبلا لان شي شنو يتحيدي جوج من اكبر المنافسين ديالو على الوداد هي الاولى وكلي لا بقى في كل نقطه شويه حيدوا هاد الثلاث نقاط اللي دار بعض النقاط ماشي بعيد واخا نعطي الكلمه لمحسن ممكن محسن يجاوب محسن وشكرا شكرا اخويا تبارك الله عليك اخويا شكرا 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 سي محسن ما رايك في الاخ ديالنا شاكور هو اخويا كريم بعدا تنحيي الاخ شاكور وتنشكرو اخويا كريم هو ممكن الفكره ديالو تكون صحيحه اخويا كريم لان انفانتينو باغي يطور كره القدم وكيعرف ان القجع اخويا كريم كيعرف ان المستوى ديال القجع عنده مستوى عالي لا اونيفو ديال التسيير ولا اونيفو ديال المسائل الكرويه يعني حتى السيد كيفهم في الكره فتنظن
ممكن ربما تيمه الطريق باش حتى مش حتى لاكاف اخويا كريم تساير التطور اللي كتعرفوا لا فيفا وكذلك الاتحادات الاخرى. غير هو كتعرف ربما كيمهد ليه الطريق ولكن هنالك صعوبه كبيره كتعرف دابا لان افريقيا راه ماشي بحال اوروبا ولا افريقيا راه كتعرف الرؤساء يعني السياسه اخويا كريم كتاثر في الرياضه. يعني دابا ممكن ان في اخر لحظه يقدر مثلا تشوف واحد اللوبي المصري مثلا جنوب افريقي مع نيجيري مع تونس ضدك. يعني كل شيء ممكن ولكن تنظر اخويا كريم كما قال الاخ ممكن نمشي معاه في الفكره لان بما ان انفانتينو دار هذيك سامورا كمسؤول على سير ديال الشؤون ديال لاكاف مؤقتا اخويا كريم فيعني بحال كيوجد انه يصلح لاكاف سواء ممكن ربما تولي هذيك السيده اوفيسيالمون من بعد رئيسة لاكاف ممكن كلشي ممكن او لا ممكن من بعد يكونوا انتخابات وعلاش او لا يتم تمهيد الطريق للقجع. ولكن المشكل اللي كاين اخويا كريم في حالتي الا كانوا انتخابات مبكره مثلا غنقدروا عاوتاني ندخلوا في واحد المعمعه اخرى فهمتي غيكونوا تحالفات غيكونوا بزاف د الحوايج وهذيك الساعه ما كضرش شكون اللي غيطلع ممكن يطلع لك شي رئيس فهمتي من ما يسار ولا من تونه ما تحكمش لان كيوليو لوبيات تما وخاصه ان المغرب مستهدف لان حتى العرب راه ما كيحملوش المغرب اخويا كريم راه اللوبي التونسي دابا هو كيحارب المغرب المصريين راه كيتلونوا كيضربوا غنشوفوا غادي هذا غادي نوضوا لكم شوف طونك ما المصالح ديالهم ما كيتمسوش راه الدنيا هانيه ولكن راه اين فوا راك شتي غير عربيط اش داروا عليه يعني باش تعرف لان اللوبي ديال تونس ومصر راه قوي وقوي جدا في افريقيا. كمل اخويا محسن كمل. وعاد المساله عاوتاني ديال ليبيا والموريتانيا راه كلشي كيتلو ولو انهم مره معاك راه منين توقف فهمتي منين توقف عليهم على الصح راه يقدروا يخونوا بك. وكذلك ما نساوش حتى الجزائر اخويا كريم الجزائر اللي دابا ربما كاين واحد التقارب بين الشعبين فهمتيني ما كاينش فرق بين الشعبين وداكشي ولكن على المستوى التسييري ولو ان الرئيس ديال الجامعه ديالهم ربما عنده رغبه انه باش يصلح الامور مع المغرب ولكن راه كاين لوبيات حتى في الجزائر وعندهم مشكل مع المغرب لان هذاك راه ما بقاش في الاتحاد الافريقي وكيقولوا بان المغرب هو اللي طيحوا لانه كان في اللائحه ديال عيسى حياته وداكشي ولكن راه شي كامل يعني توانسه راه كيحاولوا راه ممكن يجبدوا يجروا كاع هادو وكيحاولوا دابا يشوفوا الصوره ديال القجع ديال المغرب باش انهم يطيحوا المغرب لان الهدف ديالهم هما خاص ان المغرب ما خصوش يكون في الاخر في لاكاف لانهم كيعرفوا اخويا الكريم ان الكره الى تطورات في افريقيا راه المنتخبات اللي كتستحق الانديه اللي كتستحق تفوز بالكاس راه هي اللي غتولي تفوز يعني ما غيبقاش هذاك التخربيق وداك الخواض وكيعرفوا ان المغرب عنده الماده الخام وعنده امكانيات كبيره باش ان يسيطر افريقيين فهم خايفين من هادشي تيحاولوا يديروا العراقيل باش انهم يسيطروا ويديروا ما بغاو من طبيعة الحال. واخا نقراو بعض المساج عثمان داري كيقول لك كيلعن لود اييه مدافع راه كركاش كيلعب حتى مدافع بولي فالون كيلعب ميليو مدافع كيلعب لي بوست كوم لي مزيان هادشي اللي بغينا اهم حاجة هي تحيد المقر ديال الكاف من مصر اخويا ان شاء الله. السي عثمان راك مني كتقول نحيدوا المقر ديال الكاف من مصر بحال كتقول المصريين غتهزوا الاهرام نديو ما يتزاقلوش معاد راه مني بدات لاكاف بدات في 56 كنظن ولا في 55 في مصر راه ما يمكنش تحيد لهم يعني المقر صعيب باش تحيدوا من مصر كنظن ماشي مشكل يعني يكون في مصر ولا هذا ماشي مشكل اهم حاجه هي دوك رؤوس الفساد هما اللي خصك تبدا تنقي فيهم بشويه بشويه وراه بدا الفانتينو وراه هذه السياسه ديال الامريكان خصنا نعرفوا هذه راه السياسه الامريكانيه ملي كتشد شي مؤسسه كتبدا تنقي ملي كيلبسوا دوك صحاب الجاكيطات زرقين ومكتوب له فيهم صفر اللور عرف بان كيبداو يخرجوا دوك الدواسه عرف راه كل واحد شادين عليه دوسي الامريكان عارفه الكره فيها دابا الفلوس وفي الامكانيات اذا ملي كيدخلوا على هذا عرف بان راه غادي كلشي غيتقاد واخا. اذا سي شاكور الله يعطيك الصحه خويا محسن يعني وجهه نظري ديالي قريبه لك قريبه لي قريب ليا ومرحبا. هشام المفتي كيقول لك البشماوي لم يطرد من الكاف لقد انزل لجنه
الانديه داكشي اللي قلنا. السي شاكو اللي قالك طردوا لا راه هو غا حيدوا ليه المنصب اللي كان عنده وهبطوه. السي هشام لانه المسابقه لكنه لا يزال عضوا في الجهاز التنفيذي ديال الكاف. سي عثمان كيقول لك احسن حاجه هي يحيدوا المقر قلتيها قريناها. سي طاباني واك سي بوخريس وفين غبرتي علينا من من الاقاليم الجنوبيه ديالنا. شاكور كيقول لك اظن ان الفكر السياسي المغربي ممكن يخدم هذا الموضوع لما لا البوشماوي طوريد لا غاهبطوه. شكرا جزيلا. تنشي ممتاز هادشي كاين هادشي ممتاز. مرحبا خويا خويا انس. اسماعيل مترجع 20 عام امتى غيلعب؟ سؤال مهم. سي محسن والسيد اسماعيل مترجع شتو ميكو عليه ما فهمتش هاد القضيه هادي وهضرنا فيها ما رايك؟ هو اخويا كريم دابا مع الانتداب ديال كركاش. انا شخصيا اخويا كريم كنشوف من الاحسن ان اللاعب يبقى في المحمديه بريطانيا. علاش؟ باش انه يلعب رسمي الموسم الجاي ومورا هذيك الساعه يعاود يرجع للوداد، لان خاصه ان النقاش غيكون اخر موسم وغيكون الميديو ربما لي بوست شويه غيخوه. اما دابا الى شتي اخويا كريم راه ما غاديش يلعب، لان بنسبه كبيره ما غيلعبش، لان عندك الكرتي، عندك جبران، عندك السعيدي، عندك النقاش، عندك الميديو عامر، عندك الحسوني. يعني اخويا كريم كنظن موساندا وكذلك الاداره ديال الوداد كيعرفوا اللاعب مزيان وشافوا بانه احسن يبقى بريطي، فتنظن ربما القرار ديالهم يقدر يكون صائب اخويا كريم. غير هو كريم نعم سيدي كريم، غير هي الحاجه في القضيه ديال كركاش اللي كنت كنتمنى، لان اللاعب باقي صغير ممكن لا مارج دو بروغريسيون ديالو تكون كبيره. كنت كنتمنى صراحه ربما العقد اللي سناو معاه على الاقل يكون 4 سنوات ولا 5 سنوات. شكون هو دابا المشكل ديال اللاعب ديال كركاش؟ 3 سنين كان من الاحسن يسنيو مع 4 سنين ولا 5 سنين اخويا كريم. علاش؟ لان دابا اللاعب عنده 20 عام، يعني من 20 حتى 23 عام كتكون واحد لا مارج دو بروغريسيون ديال اللعاب كبيره. يعني يقدر يبان لك من هنا لواحد عامين ولا 3 سنين اش غيطرى الكونترا ديالو غتكون سالات. كره ما بغاش، كره با ما بغاش، ولا كره الناصيري ما عرفش شنو كيسيب الفلوس عاوتاني. لا هو شوف كريم، هو با ما بغاش اخويا كريم. علاش؟ لان با كيفكر في المستقبل ديال اللاعب. اش بغى؟ بغى اللاعب انه يبان في فريق الوداد باش ربما يحترف ولا شي حاجه بحال هكا باش اللاعب يضمن المستقبل ديالو. ومن حقه حتى الوداد راه غتستافد منه. انا كنظن حتى الوداد غتستافد ان شاء الله باذن الله الا لعب معك غا عامين مزيانه وبان وبعتيه وبقى عندك شي بورسونتاج، لان سي سور يقدر يبقى عندك بورسونتاج طونكو اللاعب باقي صغير يقدر بقاو شادين واحد 25% الوداد ولا شي حاجه راه مزيانه ان شاء الله لما لا. لا ولكن اخويا كريم ملي كتكون عندك الكونترا ديال اللعاب باقي فيها واحد عامين ياك وكتنيغوسي، راه ماشي بحال باقي فيها عام وكتنيغوسي معاه، يعني واش يجدد ولا يحتفظ. يعني هنا يعني كيكونوا بحال دابا الشكل ديال الحداد لو كانت الكونترا مازال فيها عامين ولا 3 سنين غتناقش فهمتيني وكيحدد نهار جبتي راه درتي لي كونترا ديال 5 سنين كنظن. شكون هو؟ حداد. لا ولكن كنهضر على هاد الوقيته اخويا كريم. آه حداد ان العقد ديالو لا هاد الوقيته باقي لي في عامين في عام، هذاك الشيء علاش ربما كاين ضغط. هادشي كيدخل لاجون هذا فهمتي، هما اللي كيبداو وانت راه غادي نبيعوك للسعوديه ما تكمل هذا ما تسينيش اكثر من عامين. هذا هو المشكل. دابا اللعاب وبعدا غالا سينا لك عامين خصك تفرح، لان دابا اللعاب شحال ديال اللعابه كيبداو يسينوا لك عام بعام. علاش؟ لانه ما عارفين ما كاينش اللعابه، عارف هو باغي يبدا ينيغوسي يلعب عام في قطر، يلعب عام في الامارات، يدي 600 هنا 700 هنا وكيدور على 4 ولا 5 دول يدير واحد 3 مليار 4 مليار وهو بخير فهمتي. يعني هذا هو المشكل. تا لي زاجون هذا هو الدور ديالهم. اذا قول لنا شي اخبار اخويا كريم. اش من غير نقول احنا كنقولوا اخبار اخويا محسن. خويا الرئاسه ديال الكاف دايره بحال تنظيم كاس العالم، يبارك ليك الرئيس فيفا حتى واحد ما يهضر معاك. هو راه هادشي راه باين. هي شوف هي هذا كله واحد المنظومه، يعني شي خدام مع شي وكيف فيها اللوبيات بزاف وفيها المصالح يعني السياسه راه سياسه هادي. وخصنا نعرفوا بان الفانتينو راه قبل ما ياخذ المنصب راه من اكبر المحامين، راه بزاف الناس ما عارفينهاش.
راه محامي. اذا راك شتا لو ديسكور ديالو كيفاش كان كيهضر داك الشيء بحال كيهضر معاك رجل قانون. اذا احمد احمد راه نعم سيدي هو ما تنساش خويا كريم راه سنين هو في لافيفا خدام يا اكزاكتوم. احمد احمد قالها لي اليوم خويا كريم امام رئيس الفيفا اظن ساعتكم قريبه قربت. سيريدا الزاوي تحيه المملكه السعوديه. المملكة السعودية على راسنا خويا رضا تبارك الله عليك. عثمان علي قول يا احمد ما يمكنش حيت خاصو ديما الفيزا باش يمشي وزيد زيد. قول احمد انه ما يمكنش حيت خاصو الفيزا ما عرفتش ما فهمتش ديما. معكم اخويا كريم خويا ابو خريص تبارك الله عليك على هذه. السلام عليكم خويا كريم واش بعد الناس يلا ملتحقين ما كانش تجيب النغمي النغمي ما كرهناش تجيب النغمي زوين سؤال مهم. هضرنا على النغمي هذه أسبوع واليوم سمعناه في بعد كيهضروا عليه بعض الإخوان. النغمي في هاد لاعب عنده ورقي في يديه مسالة ليه الكونترا واش ما يمكنش نقدروا نستافدوا منه مهم رمبلاصو مزيان يقدر يعاوننا السي محسن. هو أخوي كريم كنظن الا كان غيسني بواحد الثمن اللي معقول خاصه وانه ليبر فتنظن ممكن يعطي اضافه للوداد. اخويا كريم كلاعب احتياطي لان كيلعب كافون سونتر وكيلعب كجناح يعني على الاقل المستوى ديالو في البطوله راه مزيان وكانت هداف البطوله راه كان مع طنجه هداف كان مع الجيش هداف يعني لاعب اللي مزيان غير هذا الموسم ما بانش لان كانوا مشاكل في طنجه وكذلك المستوى ديال اللاعبين اللي كانوا معاه شويه كانوا ضعاف فالمستوى ديالو ما بانش. انا تنظن اخويا كريم لو الناصري ممكن يفكر فيه لان الموسم الجاي عندك منافسات كثيره وعندك لاعب على الاقل الا ما لقيتيش مهاجم اللي في المستوى ولا ما صدقتش لك المهاجم تقدر ديباني بهذا بالنغمي كلاعب احتياطي علاش لا. اذا هشام المفت كيقول لك لو نون كومبلي دو ليكيب جوفونتيس دو سويس اللي كيلعب في هذا الافريقي اللي ورينا التصويره ديالو اللي كيدير التيست وكيبان لهم مزيان المهم حنا غنشوفوا. كان في جوفونتوس ديال سويسرا سبور كلوب يونغ فيلو جوفونتوس دو زوريخ 3ييم ديفيز مي 3ييم ديفيز سي 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 محسن. لا ملي قلت لي شوف خويا كريم ملي قلت لي جوفونتوس في الاول ديال سويسرا راه قلت لك يلعب في الهوات راه ما كاينش راه باينه غير هو واحد المساله خويا كريم راه لحد الان شوف راه لحد الان المساله ديال سويسرا خويا كريم هذا ديال هذا اللاعب الكونغولي الجنسيه السويسريه ولا مثلا اللاعب الطرياني راه حتى شي حاجه ما محسومه وخاصه ديال هذا اللاعب علاش لان دوك المراكز الافريقيه راه مازال عندك جيبور واوكشيكو غيمشيو يعني غيبقاو لك جوج مراكز عندك اللاعب طوندي وعندك كومارا غيبقاو لك جوج وباغي انت تجيب لاعب اجنبي يعني اخويا كريم راه غيفكروا ألف مره قبل ما يسينيو مع لاعب اجنبي وخاصه ان المساله ديال الكرورا ربما ممكن الصفقه تشوف توقفات ولكن راه ما تلغاتش اخويا كريم راه ممكن ان اللاعب الطري يقدر لو ما استناوش معاه الكرو يجيبوا لفريق الوداد هذا باش نوضحوا هذه المساله لان الوداد اذا غتجيب مهاجم راه الاخر راه صعيب انها تسني مثلا لهذا الافريقي لان السنات وصلت اللاعب الايطالي راه ما غيبقاش عندك الحق تجيب مهاجم وخاصه ان الوداد راه كيقلب على مهاجم وكاين مهاجم افريقي وممكن وكافه الاحتمال طرح حتى اللاعب الليبي اللي هضر عليه الاخ قبيله راه ممكن لان كان واحد الوقيته الوداد داخل في مفاوضات باش يجيبوه وتنظن سالتو راه ممكن اخويا كريم راه كافه الاحتمالات وارده لان راه تحدد راه ولو قريب من الوداد ولكن حتى شي حاجه ما محسومه لان الرئيس ديال الزمالك في حاله الا ما خداش الحداد ممكن يتراجع على الكلام ديالو وكنعرفوا شويه العقليه ديالو شويه فهمتي متحجره راك عارف هو الا قدرتي تجيب لعاب ويكون مغربي كتربح بحال كتربح دو بوست كتربح اللعاب اللي جبتي وكتربح بوست ديال اترونجي ولكن مني ما كيكونش عندك الاختيار كتولي مرغوم عليك انك تجيب لعب ما عندك ما دير. ناخذ معنا عبد الفتاح بقى معنا اخويا عبد الفتاح يكمل محسن. سي محسن كمل قبل ما نعطيو لعبد الفتاح اخويا كريم غير اللي كنت كنتمنى ان فريق فيتا كلوب راه عنده ازمه ماليه اخويا كريم كان سعيد الناصري عوض ما يفكر في الجروب
اولا في هذا المدافع الايطالي كان يجيب اللاعب هذاك نغوندا موزينغا لارير غوش ديال فيتا كلوب اللي كيلعب في المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه اخوي كريم والفريق ديال الكونغو عنده ازمه وكنت تجيب لعاب لي كونفيرمي غتحطو غيلعب لك كلاعب رسمي وغيسد لك هذيك الجهه وتبقى وتقلب على مهاجم اللي في المستوى وهاد موزينغا غتجيبو بثمن معقول لانها فيتا كلوب راه عنده مشاكل دابا اللعابه كيلعبوا لهم هما اربعه هربوا لهم المغرب كنظن اخوي كريم كان على الاقل هضرنا عليها ولا دابا الناس حنا كنشوفوهم هما ما كيشوفوهمش دابا قلنا هذوك اللعابه ديال سميتو هما دابا علقوا لهم اربعه راه هضرنا عليها اول البارح هما علقوا اربعه خصهم فين يتخشاو مساكن جايين غادي تلقاهم مع اصحاب العقيق ولا مع اصحاب كيبيعوا في بورطابلات وهذا هما باغيين مساكن يتخشاو هذوك مشيتي نيغوسي معاهم كون جريتيهم جمله كره كلهم جريتيهم نشوفوا لا هو كريم لا هو كريم اخويا بالنسبه لهذوك واش فيهم الدولة ما فيهمش على كلنا انا كنظن ممكن المستوى ديالهم يكون عادي غير هو بالنسبه لهذاك لاري ركوش بالضبط اخويا كريم اللي كيلعب في المنتخب ديال الكونغو شو انا مع المنتخب ومع الفريق ديالو هذاك صراحه ارير غوش وانت خصك ارير غوش يعني كنت تجيبو بواحد الثمن معقول وكتحيد عندنا الطيس ديال الطلياني ولا ديال الكرو ولا ديال ايوا نشوف تفضل اخويا واخا نقراو واحد جوج ميساجات وناخذو عبد الفتاح خويا كريم كون هاني كركاش غادي يجي ويدير سميتو في الوداد وغادي ينتقل للخليج راه باه مطور وقاري مزيان وكاع ما يكون قاري على كان كويري الى جاو دار سميه واستفدت منه الوداد 3 سنين الله يجعل شي بركه وتستافد منه ماديا ومعنويا ولعب لي ما خسرت عليه والو جا 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 متكو يعني مكون ولعب يعني شي يكون جا من بلجيكا ديريكت الوداد نخاف عليه ولكن جا ولعب في وجده عامين يعني على الاقل بعدا راه تاقلم مع الاجواء ديال هذا وعرف هذا اذا الوداد غتستافد منه وهاد الحوايج راه كانوا بلاني اليوم ما كان جاي سميتو ومن بعد غادي يجي الوداد غير الناس بعض الناس راه بداو كيبكي وقال لك راه خونوا لينا لعاب راه خونوه لينا وراه مشى الوداد كما مع جبران قالوها راه قالوا عاوتاني على كركاش السي عبد الفتاح مرحبا السلام عليكم خويا كريم السلام خويا محسن خويا يونس وجميع مستمعي راديو سبور بانكا مرحبا خويا خويا عليكم السلام حكى لي ديك النهار شاعل مساء انت اليوم تقرعتي شتي ها انت تقرعتي علينا اليوم كعاونة صاحبي الله يرحمك علاش انا كنفعل هذاك الشيء اللي كنت انا كنغوت عليه انت اليوم كلشي عاودتي ايوا حنا مصيبه مشكل كاين عندنا فين ما كيشوفوا الوداد كتدخل بقوه راه عرفتي دائما كيطرا هاد المشكل اخويا كريم دائما بلا ما تبرص راسك مع دوك الناس راه دائما ملي كيشوفوا الوداد صافي الاستقرار ما كيبغوش الوداد هادوك ما تبقاش تمحل راسك معاهم فانساهم انا راه قلت لك شحال هادي ما بقيتش كنتفرج فيهم صراحه تهنيت يعني بالي ولا بخير ما بقيتش نسمع ليهم ولا اش كيقولوا مرتاح حيت ما عندهم ما يقولوا لي كان نفس الهضره كيعاودوا غيبقى يهضر لك على التقرير واش غيبقى يهضر عليه حنا ما بقى لنا والو الحمد لله بقات واحد جوج سيمانات كلشي غيوضح صافي جنسيه ديال راسك معاهم هكاك سيريدا جنسيه ديال كركاش بلجيكا عنده دوبل ناسيوناليتي مغربي وبلجيكي كركاش كركاش شوف الصفقه الممتازه اللي دار الوداد هي كركاش صراحه دري عنده 20 سنه بوليفالون كيلعب لك يعني وسط ميدان ويلعب لك في الدفاع يعني كانت صفقه مزيانه صراحه اش بان لك كريم لا انا قلت صفقه مزيانه انا قلت صفقه لان لاج مكون في اعلى مستوى وليد مربي باه اونترينور لان غادي يكون تربى في هذا العالم ديال هذا من ضابط جا السيد دخل ديريكتومون يعني خد واحد عامين الا بغينا نقولوا ولا عام ونص مع وجده اذا الوداد يعني هاد اللعابه هما اللي كتقدر تستافد منهم كتجيبو صغير كيقدر يلعب معك واحد العامين وكتقدر عاوتاني تبيعه وتستافد منه برافو غير الحاجه الوحيده اللي داروا غلط خويا هي كانوا يذموا واحد 5 سنين ما بغاش ربهم مقلع ما با غادي هذاك الشيء علاش با غادي يقول لي لا حيت باقي صغير با ما غاديش يبغي ما يبغيش با على الناصيري غتفلت لي هادي والناصيري ما كرهش يزمم لي 11 عام يربيه كاع في الوداد ولكن ربه غادي يقول لي علاش كانت
الصفقه كانت صعيبه شويه فهمت. لا حتى دابا الصفقه يعني يومين وما كي با كيمشي ويجي كينيغوسي وداك الشيء يعني كيسيون ديال 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 الكونطرا هي اللي فيها مشكل. كون كان شي واحد اللي باغي هذا راه غيقول لي ما كاين مشكل، ولكن هذا عنده باسبور فرونسي، اذا غدا غدا يقدر كاع يلعب في يلعب في اوروبا ولا يلعب، هذا ما عندوش مشكل. انت غير بالنسبه للعموته اللي تكلمتي عليها، عموته لان اللجنه ديال التابعه للاستئناف هي اللي صدرت هذاك بيان ابتدائي، لان قالت ان خاصو ياخذ ديك 600 وشي حاجه فهمتي. ايوا وما نحن دخل شنو عنده الدخل، ولكن دابا ولكن الوداد دابا غتمشي مع تلفيف. ايوا ولكن اش من علاقه عندنا حنا دابا هما هادو خرجوا هضروا على فاخر خرجوا لنا عموته فهمتي. لا راه حيت البارح خرج الحكم ديال التينا ابتدائي البارح. ايوا المهم غير ما يبقاوش يدقوا علينا وصافي دبروا راسهم سيدي. شوف اللي عنده اللي عنده شي حق غادي ياخذو. يعني هذا انا شفت ان اللجنه المركزيه بالليل زكات هذاك ديال الاستئناف. اللجنه هذه ما كتخدم غير بالليل، هذه اللجنه ما كتخدم غير بالليل. راك عارف المغرب راه كلشي تيخدمها بالليل او بالنهار. راه ما عقلتيش على رئيس الدوله قال لك التماسيح والظلام راه عارف اش كيقول. يا 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 كاينه مقوله البلاديه هذه، يعني ما يمكنش لك تغير شي حاجه هي ثابته. ماشي البلاد، البلاد ما دارت والو، وبنادم والعقليه، اما البلاد ما عندها ما البلاد زوينه الحمد لله. كنهضروا على العقليه الناس ايوا البلاد ما دارت، ما كنعيطوا راه بنادم مسكين مضروب على امره وما عنده ما يدير لك. ها هو رضا، رضا من السعوديه، رضا كيقول لك كيقول لك سوق الظلمه. سوق الظلمه قلتي عليه، ويلي نشريو من سوق الظلمه، ويلي سوق الظلمه وسوق العفاريت كتسارى غير بالليل، كتسارى غير بالليل وبالبيل، كتسارى بالبيل كتقدا كلشي مغلوب على اشتي تما تجي فيك ما يعقل عليك حتى واحد. هذاك الشيء اللي كاين، اي حاجه شتي لقى شتي بغاو يسكتوك غيديروا لك بلان صغير ويجيبوا لك عاد الرياله مرا يديك كما كيديروا الناس اللي اي متفق متفقين اخويا. اول اخ ديالنا قال عماري قال لي ما داروا ليه مشكل على والو شغل، راه كاين اشياء صعب من داك الشيء ما كيديروا فيها والو، ولكن السيد حيت عرفوا هذاك صافي داروا ليه. لكن اخبار كاين اخبار ديال العطوشي فسخ العقد ديالو مع الضفره. شكرا عثمان، ما رايك ما رايك السي محسن؟ هو اخوي الكريم ربما في هذا تقريبا واحد هذه واحد اربع شهور او ثلاث شهور بحال هكا كان من بين هذا الخيارات الى عقلت شاركت قلت لك ربما راه هنالك لاعب من الخليج مدافع غير قدر يرجع، وكنت هضرت لك على العطوشي والعدوى. اذا كتعقل اخوي الكريم ربما العدوى كان نرجع للدوري البرتغالي شي نادي في البرتغال. بالنسبه للعطوشي قلت لك في حاله راه محاش واش غيكمل، راه ممكن بالنسبه كبيره حتى هو يجي للوداد، وتنظن اخوي كريم الى فعلا فسخ العقد ديالو راه ممكن يجي للوداد، وممكن الاحتماليه ديال الذهاب ديال هذا ديال لاعب داري، لان داري لا داري، لان داري اخوي كريم راه عنده عروض، عنده عروض كبيره، وكان ناصر باغي يحتفظ به. فتنظن الى كان الرجوع ديال العطوشي، واللي بنسبه كبيره الى فسخ راه غيرجع اخويا بنسبه كبيره للوداد الى ما بقاش في الامارات. ممكن داري يمشي اخويا كريم في هذا الصيف، ولا على اقصى تقدير في هذا في الميركاتو الشتو. نشوفوا. قال لك شاكور قال لك كريم شي نهار شوميجا تسد لك الراديو، وتسد الراديو نحلو راديو نحلو تلفازه احنا كاع، ماشي مشكل تسد اخويا ماشي مشكل. سي عبد الفتاح كمل اخويا باش نختموا هذا اللايف. بالنسبه انا اللي ما كنفهمش مو هاد اللاعبين زعما والله العظيم، الا لاعب كيمشي ست شهور ما كيكملهاش تيتم جاي، يعني مستوى ضعيف صراحه. لاعب الا خرج مشى للخليج ما يقدرش يتبدل المكانه ديالو، راه حشومه صح. كيفاش حنا بغينا نسوقوا هاد اللاعب المحلي؟ راه فعلا راه رونار ما يمكنش نلومو اخويا كريم، راه رونار مدا هذوك تعرف اش ديش راه صراحه.
راه بلا ما يبقاو يكذبوا على الناس يقولوا صعيب صعيب اللاعب المغربي باش يعني تكون كيما واقعيين حيت ما يمكنش لك تقول لا حقه خاصو يدي المحلي راه هادو اللي وصلوا للفينال راه حتى واحد ما كاين فيهم محلي راه بلا ما يبقاو يسوقوا البنادم شي اشياء يعني راه بلا ما يكذبوا على بنادم راه الفينال اللي غيتلعب غدا راه حتى واحد ماشي محلي كلشي محترفين ايوا صراحه انت شوف اللعابه كيمشيو تيمشيو تيضربوا دويره وتيتمو راجعين ها هما تيدوروا على تما بحال فوزيرها بالزعادات ايوا شوف راه قلناها بان التكوين ومني كنا كنقولوا راه الناس خصهم يقراو وخصو يتكونوا وخص هذا بقاو كيضحكوا لنا قال لك ما العلاقه القرايه ما عندها علاقه لا عندها علاقه الله يهديك اذا مشكل كبير ديال التكوين خصنا نراجعوا المستوى ديالنا وخصنا نشوفوا هاد اش كننتجوا راه ما بقينا كننتجوا والو كمغرب ما بقى كينتج والو مغرب ولا كيستهلك ومع كامل الاسف يعني في جميع المجالات ولا المغرب كيستهلك وحتى في الرياضه يعني حتى في الرياضه راه غا كنستهلك راه ما كنتجو والو اذا خصنا نعيدوا النظر دابا انت تكوره كنجيبوا الناس من مغاربه العالم من برا هما اللي يمثلوا المغرب اذا مشكل كبير السي عبد الفتاح ديما كتجي حتى الدقيقه 90 شكرا لك اخويا يا اخويا تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم وشكرا اخويا عبد الفتاح موفق كان معنا نتمنى الوداد تكون في المستوى الكبير ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك اخويا عبد الفتاح تبارك الله عليك عبد الفتاح من اوهايو نقراو بعد الميساج باش نختمو هشام قال لك هشام قال لك كركاش لم يتم منادات عليه في لقاء الاخير منتخب اقل من 23 عام ضد الكونغو بسبب عدم حمله الجنسيه المغربيه لكنه على ما رد الاخبار ان الجامعه المغربيه تسعى لتجنيسه اش من تجنيسه سي هشام راه مغربي ربا مغربي شغل تجنيسه ماشي تجنيسه شو كريم بغى زعما يقول لك يقول راه عنده الحق هو ياخذ سميتو وي محسن لا شوف كريم لا هو شوف هو عنده دوبل ناسيوناليتي اخوي كريم غير هو المشكل فين كاين اخوي كريم هو انه لعب في فئات السنيه ديال المنتخب ديال بلجيكا يعني الا بغى يلعب مع المنتخب المغربي خاصو ربما راك عارف هذيك لا بروسيدور خاصك تدفع الوراق وكاين مسطره اداريه كتدفع لا فيفا باش كيولي عنده الحق يلعب مع البلد ديالو فهمتيني هذيك المسطره كتاخذ الوقت يعني ما كانش مؤهل باش يلعب المقابله ديال الكونغو ولكن المغرب راه دفع المسطره ودار الاجراءات الاداريه ودابا دابا المقابله اللي غتكون فاصله مع المنتخب المالي بما اننا دزنا على الورق تزع الورق ضد الكونغو لان داك المشكل اللي كان ديال اللاعب اللي كان ربما تزوير ديال العمر ديالو ديال اللاعب ديال الكونغو الديمقراطيه فدابا اخويا كريم راه ولا على ما اظن ان اللاعب ولا واجد انه غيلعب مع المنتخب الاولمبي وشوف السي محسن شتي ملي جا الوداد كاع المشاكل غيتحلوا اكون هاني نجيب الرحماني كيقول لك بغينا انتدابات الاحترافيه ماشي ديال الكيلو السي نجيب السي ناجي ناجي الرحماني راه الوداد راه ما شكون اللي كيجيب انتدابات اللي ما عندوش لعابه الوداد راه عنده الحمد لله لعابه راه شامبيون دافا راه لعبت فينال ديال تشامبيون ليغ ودات ودومي فيناليست داك العام ودات البطوله 20 راه اللي ما عندوش لعابه هو اللي كي 4 شهور 5 شهور هادي هو كيقلب على الديشي ما الوداد راه اللعابه ديالها كلهم كاينين اذا يعني عادي انا نجيبو اللي غيجي خصو يجي يكون في المستوى اذا كان غير غادي يجي باش نعمرو به راه ما كاينلاش كاين لعابه خليجي مثال باطنا مراد وباطنا خويا ميدو مهدي راه باطنا راه عنده الفريق ديالو وعنده الكونترا ديالو حتى هي هذا كنا كنسمعوا ان ممكن لان كان عنده مشكل مع الفريق ديالو ولكن كنظن ان لاجون هو كريم بلق كنظن ما يبقاش لي مشكل باش يلقى ليه فريق كنا كنسمعوا انه يقدر يجي الوداد لو ما لقاش فريق ولكن كنظن ان هذه القضيه تحسمات اذا كي دايرين اخويا وليد مرحبا اخويا يلا جيت يا اخويا راه سالينا ما تخافش هاد الناحيه السي كريم راه صاحب الارقام القياسيه في اللايف راه مسجل
في كتاب غينيس الارقام القياسيه. شكون هنا؟ واخا ما كاين غير القياسيه. واش سيريني ديال سان داونز؟ لا خويا ما كاين والو غير الهضره، كاين لا سيرينو ولا والو. هادوك صحاب اللي كيبغوا يرفعوا هذا كيبغوا يعمروا الشوارج، ما كاين والو، كاين لا سيرينو ولا سيرينو، سيرينو ما كاينش ديال سان داونز. ما بقاوش، كاين لعاب ديال افريقيا افا سونتا هو اللي كينيغوسيو معاه وباغيين يشوفوا ان شاء الله بقى 10 ايام باش يهضروا على بقى 10 ايام باش يقولوا القرار ديال الكاف. غادي نتسناو وغادي نشوفوا واش كاين. خويا باطنا لاعب لعب في بلاست حداد يمشي راه مزيان، ومتفق معاك راه السي المهدي ميدو، ومتفق معاك راه باطنا لاعب يلعب في بلاست موت ونجم، اما بلاصه حداد ممكن يلعب حتى بلاصه حداد ياك محسن. هو هو كوشي ممكن يلعب بلاصه الحداد، هو تيلعب بلاصه الحداد، ولكن شوف خويا كريم بالنسبه لباطنه، باطنه لحد الان ما عرفتش انا واش سناك الجزيره الاماراتي ولا مع هو لاعب ديال الوحده الاماراتي، وكان عنده مشكل مع الوحده ربما كانوا باغيين يصيفطوا، وكان عنده عرض من الجزيره الاماراتي ما عرفتش الا وكافه الاحتمالات وارده اخويا الكريم. الا ما سناش في الجزيره ولا شيء ولا شي نادي سعودي ولا اماراتي راه غيكون في الوداد، وخاصه ان الوداد ممكن ناصر يعطي عرض اللي مناسب خاصه الا مشى الحداد ونجم، وتنضر ممكن يكون اضافه اخويا الكريم. باطنا راه تبارك الله هذيك العسريه عنده راه لاعب اللي مزيان وغيفيد الوداد يا ان شاء الله. ولما لا راه سمعنا لاعب هذا، احنا غنشوفوا ممكن. قالك السيره ديال المدرب، السيره ديال المدرب وغا دوز السي عمر عطار. قالك قلنا السيره ديال المدرب غنقولوا متوسط جدا يعني سيره كريم. هو المدرب، شوف المدرب بدا التدريب اخويا كريم في 2010، كان درب فريق في الدوري الثاني في البرتغال، نزل معاه القسم الهواش عاود طلعوا، من بعد بدا كيخدم كمساعد مع مدربين اللي متوسطين في الدوري الانغولي كمساعد. في 2018 كان مدرب رئيسي ديال بريميرو دو اغوستو الانغولي، الفرقه اللي معروفه في انغولا، كان دا معاهم البطوله ديال انغولا، وكان وصل للدومي فينال ديال عصبه الابطال الافريقيه لعب ضد الترجي، وكان تقسم الحكم، كان الحكم هو اللي قسم ضد الترجي فريق الفضيحه التحكيميه. غير هو المدرب سيفي ديالو ضعيف، ولكن المستوى ديالو ولا طريقه اللعب ف كنظن صعيب شي حد يحكم عليه، لان حتى المقابلات ما كيتنقلوش ديال الدوري الانغولي، وانت بغيتي تشوفهم خاصك وقت طويل. وحتى المقابله اللي دار لا مع الترجي ولا مع مازيمبي فاش كان تاهل في دور الربع، لانه كان قصا مازيمبي اخويا كريم، غير ما نساوش دابا الناس كيهضروا انه قصا مازيمبي والترجي ودار معهم هذاك الماتش وخساو الحكم، راه ضد مازيمبي راه الكره ما بغاتش مازيمبي، راه ضد مازيمبي راه ماتش غريب اخويا كريم. عرفتي ذاك الماتش ديال مازيمبي اخويا كريم اش طرا فيه؟ الشيء هذاك الشيء اللي طرا الوداد ضد وفاق سطيف، بقاو يضربوا والو ما بغاش تماركا، هذاك الشيء اللي طرا المازيمبي. وتصور انت اخويا كريم مضيع بيناتيات، قلت عليه وجوج بيناتيات في ماتش واحد وضيعوا الك وفي كونتر ماركاو عليهم، كنعقل ماركاو عليهم هذاك صعيب، هذيك الضرب 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 وكيجو كيماركيو لك في الدقيقه كونتر وكيتعانقوا وكيهزوا وكيتكالفوا ناجحه خايبه. ومن غير كضرب راه جوج بيناتيات اخويا كريم، يعني نقولوا كاع جيبور هذاك النهار ضيعنا، ولكن هادو راه بيناتيات قدام الشبكه وضيعاتهم. يعني اخويا كريم صعيب نحكموا، ما نقولوش لا راه تاهل دومي فينال ولا دار البطوله ديال انغولا، لان السيفي ديالو كما قلت جد ضعيف. كنت كنتمنى الصراحه شخصيا اخويا كريم والله الا كنت كنتمنى مدرب اكبر، ولكن بما انه دابا درب الوداد فنتمناو ليه التوفيق، وان شاء الله علاش لا ربما تكون بدايه السطع ديال المشي ديالو ويفاجئنا ويفاجئ الجماهير الوداديه. واخا عندك شي اخبار سي سيمو بيركام؟ بيركام كيقول لك دوي على الجمهور اللي مشى للحبس مظلوم، اش من الجمهور عم كيهضر؟ والجمهور ديال من واش ديال الوداد؟ لان المشكل ديال الجمهور راك شي روينه وقعت في هذا الموسم، راه كاين الجمهور ديال الجيش اللي كان وقع له مشكل مع، لانهم كانوا احتجوا على اداره ديال الجيش اخويا كريم اي كنعرف المعموره
وكانوا شي وحدين احتجوا بطريقه اللي عنيفه شويه ولا الله اعلم ما عرفتش باش من ممكن بالنسبه للوليدات دوك الوليدات اللي كانوا مجدد ما عرفتش باش اش داروا معاهم كاين شي حكم كاين شي حاجه كنظن والمهم غادي اخويا المهدي ماشي مهدي شكون طرح السؤال سيمو سيمو بيركام غادي هذه القضيه نبحثوا فيها ونقول لك اخويا نعم سيدي هو اخويا كريم كاين شي دراري على ما اظن في الخليه ديال ربما الخليه ديال الوينرز في عين السبع على ما اظن جمهور الوداد وي ربما كان عندهم شي هنالك تشهم بانهم ضربوا شي واحد رجاوي على كل شيء ربما هذا الاتهام رجاوي كيتهمهم كنظن كانوا بعض الدراري متابعين في هذه القضيه ولكن بالضبط المآل ديالها ما نكذبش عليك اخويا كريم ما عندناش فكره صراحه ونسولوا ونقولوا وان شاء الله من طبيعه الحال خصنا نتبعوا هذه القضيه هذه ونعطيو عليه هذا باش على الاقل نوروا الجمهور الودادي وعلى الاقل حتى الناس اللي كيتصنتوا ولا الدراري اللي كيتصنتوا حتى هما يعني الا كان شي حاجه يستافدوا منها باش ما يوقعوش نفس المشاكل لان كيكون داك الحماس وكيكون هذا ولكن الحيطه والحذر لان دابا ولا واحد جوج ثلاثه يلصقوا لك شي تهمه جوج ولا ثلاثه الناس يشهدوا فيك يجوا يهزوك اذا الله يستر البشر ما بقاش كي انا شفت واحد الفيديو اليوم ما عرفتش شتي ولا لا شفت واحد الفيديو ديال واحد دير ماسك هو واحد وكيهرسوا في واحد الباب ديال واحد السيد هو وليداته شتيه لا شو خويا كريم هذاك علامه استفهام ما عرفتش علاش لان كاين اللي تيقول لك هذاك كاين اللي تيقول لك هذاك الفيديو اخويا كريم هذاك السيد اللي مور الباب هذاك هو اللي ربما وراء كاين روايات كثار ولكن ما نحكموش اخويا كريم على هذاك الفيديو لان كاين اللي تيقول لك ان هذاك الشيء راه السيد هو اللي دار هذيك المسرحيه كاين على كل باش ما ندخلوش هذاك الشيء المهم هما كما كان الحال البوليس غادي يدير خدمته غير هما يعني راه بزاف ديال الحوايج كيوقعوا هذا الوقت هذا الانسان الحيطه والحذر والله يجعل السلامه اذا الله يستر لان هذا الفيديو اللي شفنا ديال هذه البنت اللي وقع لها داك المشكل يعني بصراحه كتحشم انك في اللايف تهضر على هاد الحوايج ولكن خصنا يعني الله يستر وصافي اذا هذاك الفيديو راه تمثيل هو سي ميدو مهدي هو كيقول لك هذاك الشيء راه تمثيل واخا اذا شوف خويا كريم نعم سيدي كريم غير فهاد السياق تنتمناو ان تسود الروح الرياضيه والناس توعى خويا كريم لان شلنا مؤخرا الجمهور فهمتيني راه شلنا الروينه اللي وقعت بين الجماهير ديال مراكش وديال اسفي وحرب العصابات اللي شلنا وحتى في المجتمع خويا كريم تنتمناو حتى القوانين تم الاعاءه لهذا لاكتيفيزاسيون ديالها خويا كريم علاش لان عقوبه الاعدام دابا الناس كيهضروا عليها هنالك في فيسبوك الناس كتهضر على الاعدام وداكشي يعني اخويا كريم جا الوقت باش ان بعض الجرائم يطبق عليهم الاعدام كبحال دابا الاغتصاب ديال الاطفال الصغار لانهم كيدمروا الحياه ديال واحد اللي جاي فهمتي اللي غيكون ربما قائد وكذلك الشيء ديال هذوك الفتيات مثلا هذيك الفتيات اللي وقع عليها هذيك الكارثه اخويا كريم راه كيشوف الله يلا عندنا كنبقى نشوف هاد الحوايج هادو كنبقى نفكر وكنقول فينا هو المغرب اللي عشنا فيه وكبرنا فيه هذه 25 سنة ولا 30 سنة يعني بصراحة كيألم هذا الشيء يعني البلاد مزيانة ولكن العقلية وهذه المخدرات وهذه الحبوب ديال الهلواسة وهذه المسائل يعني كي بصراحة كيأثروا على الشباب اللي كان واحد الوقت كان عرفوا كيدير الرياضة دابا ولا كيدير حوايج اخرين الله يلطف بالبلاد ديالنا لا تزول الحدود البقاء هضر في تواصل سي تحية للسي عمر التحق بنا السي عمر قال لك لا تتجاوز حدود الله اهضر فيا وتواصل في البلاصه معاك وهذا جرى القهوه والتقنبيل السي عمر تحية بعدا ومرحبا والسي عمر راه انت اللي فيك التقنبيل وانت اللي كاع الاخبار اللي قلتيها راه كلها راه الناس اللي كيحكموا على الاخبار حنا ما كنعطيو اخبار انت اللي كتعطي الاخبار وانت اللي محترف حنا راه ما كنعطيو اخبار اذا مرحبا بك ما كاينش اشكال احنا قرينا الميساج ديالك باش ما تقولش ما قريناكش حنا انا دوزت لك غير الميساج وقلت لك راه السي عبد الرحيم ما عنده علاقه معايا إلا كنتي كتفهم وقلتيها مرارا وتكرارا دوزتها لك والبارح
قلتيها وعاود قلتيها اليوم. عبد الرحيم هادي راه شهرين هادي وحنا فضينا معاه. اذا ماشي واحد كيعايرك غادي 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 تسبيها فيا حنا، غتسبيها فينا حنا، حنا ما عندنا علاقه به. اذا حنا راه ماشي ما عندنا ما يدار، غنقابلوك نتايا فين ما كدير نتا اللايف، حنا غادي نقابلوك ونصيفطوا لك عباد الله. الله الله يسهل عليك ويسهل على جميع امه المسلمين. غير عطيو الوداد اتساع. الا كنتي كتملق لذوك الرجاويين باش يبارطاجيو لك في الجروبات، عطي الوداد اتساع صافي. هادشي اللي كاين وقلنا لك، هذا هو. ولا لا بغيتي تهضر معايا راه الخاص، عيط ليا في الخاص. اذا غير باش جبتيني انا الوحيد اللي كندير من غير من غير من غير مصطفى. ومصطفى انا عارفك اشنو هي العلاقه اللي عندك معاه. انا جبتيني انا الوحيد اللي كندير اللايف من برا. انا قلت لي عبد الرحيم، انت قلتي الناس عبد الرحيم صيفطينو هادوك باش يشوش عليا. انا ما مصيفط عبد الرحيم شهرين هادي باش فضيت معاه، وانا الناس شاهدين راه دخل عندي وال 3 ايام هادي داكشي سبك انت، راه سبني انا. وها هو ها محسن شاهد يكذبني وهالاخوان معانا. اذا راه انا بحالي بحالك، اما باش تجبدني انا وتقول لهم مزبالات ولا تاريخ المزباله ولا 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 اللائمه اذا كرمته هذا ولا تمرد ولا ديك الهضره، حنا راه ما كرمتينا ما عطيتينا ما والو. حنا داكشي اللي درناه راه في سبيل الله. ايه ولا كنتي كتعرف هاد الليله اعترف. الا بغيتي تبقى تهضر تهضر، هضر مع راساتك. انت كدير خدمتك وحنا كنديرو خدمتنا. انا كنقول لك يعني الفريق ديالي كنهضر عليه بداكشي اللي قدرت نهضر عليه. انت كدير خدمتك، ما عمرنا سبيناك، ما عمرنا عينك، ما عمرنا درنا كونط ودخلنا هاجمنا. انت كدير واحد المجهود كنقول لك برافو صافي. ما كاينش ما كاينش ما كاينش اشكال. وحنا عارفين البشر كيجي يتفرج مرحبا، كيما انا كنتفرج يعني كناخذ الاخبار اللي غتصلح ليا. راه ما عنديش اشكال لا معاك لا مع مصطفى سويسرا لا مع الحسناوي لا مع اي واحد. اذا راه عمر صافي. حنا ما بقاوش نهضروا يعني. الله يجازيك بخير صافي. حنا هضرنا دوزنا ميساج كيما انت دوزتي ميساج. انا دوزت ميساج وقلتها لك، قلت لك انا عبد الرحيم راه كيسبك انت، راه سبني تانا كيما بلوكيتي انت، يا راه بلوكيتو تانا. اذا انا ما عندي حتى علاقه معاه. وسب المغرب وسب القجاع وسب فلان وماشي غير هذا. اذا ما عندي حتى علاقه معاه. اذا باش نكونوا باش نكون واضح، هو الوحيد اللي كندير اللايف من برا. مصطفى وحسناوي راهما كيهضروا مع راساتهم. انا اللي انا عارف الهضره فين غاده. ولا كنتي انت كتحسب راسك انك كنتي كدير فينا بليزير، انك كتجي وكتنشط معنا. حنا كنا كنعتبروا حنا اخوه كنهضروا وكنناقشوا. كان عندك حوايج اخرين وعندك يعني مسائل اخرى، الله يسهل عليك. حنا ما يعني خوت، راه ما عندنا ما عمرنا اديناك ولا قلنا لك هذه ولا هذه. غير هو الانسان يعني كل واحد يلزم الحدود ديالو. مرحبا، ما عندناش اشكال. اذا الاخوان خونا رجاوي، لا عمر ماشي رجاوي، انا عارفه ماشي رجاوي، ولكن شوف كل واحد الله يسهل عليه. حنا العيب علينا الا داز معنا شي واحد ولا هذا وما 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 وعمرنا هضرنا فيه خيب. عمر قال لك صافي اعتذر لكم، انا ما كنجبدكش. صافي اخويا عمر، حنا حتى حنايا راه البيت بيتك، وراه انت راه عارف هاد الحوايج هادو. حنا حتى حنا راه كنجبدوك غير بالخير الاحسان. هذا هو المهم. غير انا باش تعرف واحد القضيه، انا راه صيفطت لك ميساج قلت لك راه السي عبد الرحيم راه ما عندي علاقه معاه. راه كانت واحد الصداقه يعني وفضينا معاه شحال هادي. راه داكشي اللي دار معاك انت حتى حنا داروا معنا هادي. راه نصور لك لي ميساج ونصيفطهم لك تشوفهم على عينيك. اذا السيد الى عندك مشكل معاه بلوكي وتهنا كما تهنينا حتى حنايا، والصلاه على النبي. وشكرا لك اخويا عمر ومرحبا بك. وحنا راه خوت ما عندناش اشكال. اذا الله ييسر الامور للجميع امه المسلمين في هذه ليله الجمعه. اذا السي محسن، كلمه اخيره باش نختموا اخويا هذا اللايف. وهو اخويا كريم، نحييك ونحيي كافه الاخوان اللي كانوا معنا اخويا كريم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للمدرب ديال فريق الوداد وكذلك الاداره ديال الوداد على راسهم الناصري، ان الانتدابات ان شاء الله تكون ناجحه، وخاصه ديال المهاجم ولا رير بوش دابا اللي كنتظروهم.
ونتمنى التوفيق اخويا كريم. نتمنى ان المدرب يكون ان شاء الله في مستوى انتظارات ديال الجماهير الوداديه. اذا شكرا لك وشكرا لجميع الاخوان اللي كانوا معنا. سي عمر قال لك لا راه بلوكيتو عطاه صافي اخويا عمر مرحبا الله يوفقك اخويا وسلم على الدار وسلم على ابو حسن. احسن حاجه في التكنولوجيا هي البلوك. ايوا راه هادشي اللي راه كاين الناس راه الا جيتي تبلوكي راه غادي تبلوكي شحال من واحد. كاين حنا ما كنبغيو نبلوكي واحد. سير جيب من نيجيريا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اذا الاخوان قال اللي كانوا معنا مرحبا وشكرا. الى صدر منا شي حاجه والى شي واحد ادينا حنا ما كنويوش اننا هذا ولكن راه كيقول لك اللي تجرح راكي 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 كيغوت على الحق ديالو. اذا دابا يوصلك لجنة الاستئناف اقرب من 620 وقريناها السي عمر قريناها دابا نستانفو دابا نمشيو للطاس حنا كاع دابا نمشيو للطاس. سي محسن شكرا لك وشكرا على هذه الحلقه اللي كانت متميزه معك. لنا موعد غدا ان شاء الله ساعه مع الحمراء. كونوا معنا غدا ان شاء الله اخر الاخبار بالنسبه للوداد البيضاوي. اذا تبارك الله عليكم والى اللقاء. إذا كنت من عشاق الرياضة، إذا كنت متيما بعشق وداد الأمة ومهتما بأخبار القلعة الحمراء، تابعوا برنامجكم ساعة مع الحمراء، برنامج للشعب الأحمر ولمغاربة العالم، مستجدات أخبار الوداد. ساعة مع الحمراء أول برنامج ودادي 100% رصد ومتابعة لكل صغيرة وكبيرة تهم نادي الوداد الرياضي البيضاوي عبر قناتكم ماروك سبور 24 على اليوتيوب. كونوا في المتابعة.